يقول مصطفى السباعي: إذا نظرت بعين التفاؤل إلى الوجود لرأيت الجمال شائعاً في كل ذراته. شوفي، في قاعدة ثابتة في هذه الحياة وهي التفاؤل. يمكن في كثير ناس ما تعرف شنو هو التفاؤل، أو يمكن يسمعون بهاي الكلمة تتردد دائماً على أذهان وألسنة الكثير، ولكن في بعض الناس تقولك التفاؤل هو أنت تشوفين ألوان قوس قزح، الحياة وردية كلها فراشات ملونة. لا، التفاؤل هو أنك تكون قادر على أنك تتعلم من الموقف المؤذي لك بحياتك. التفاؤل أنك أنت تلقى الفرص الصحيحة والسليمة حتى في ظل المواقف الصعبة اللي تمر عليك في هذه الدنيا. صحيح بشاير، وفي بعض الناس يعني يشوفون أن شيء فطري أو يولد مع البشر، لكن بإمكاننا من خلال علاقاتنا الاجتماعية وتعاملاتنا في الحياة بشكل يومي وبشكل روتيني اكتساب هذه المهارة، مهارة التفاؤل، لنصل إلى السعادة، الطاقة الإيجابية والأمل في كل مجالات الحياة وفي كل أيضا بشاير تعاملاتنا مع الأشخاص. فهو ليست صفة يعني تأتي بالغريزة أو بالفطرة، وإنما هو مهارة مكتسبة نقدر نكتسبها مع مرور الأيام الشهور والسنين. في ظل وجود الكثير من السلبيات اللي تحوطنا في هذه الحياة وكثير من الظروف الصعبة اللي علينا وعليكم، دوروا على شيء واحد تحسون اتجاهه بالامتنان. قد يكون أمور ترى وايد بسيطة، ممكن تكون جدران بيتك اللي أنت عايش فيه، ممكن تكون صديق مش بالضرورة تشوفينه كل يوم، ولكن ممكن تكونين على ثقة أنه رح يكون موجود في الجهة الأخرى من تليفونك. ممكن تكون من خلال أشعة الشمس اللي تخترق ستاير غرفة نومك. في أشياء كثير في هذه الحياة تستحق أن احنا نكون ممتنين لها. تفائلوا، ترى العمر قصير والدنيا قصيرة والحياة حلوة. خلونا نروح مع أولى مشاورنا لهذا اليوم وزميلنا شاهر، وماذا عنوانت الصحف؟ صباح الخير، أهلا بكم إلى أبرز ما عنونت بها الصحف المحلية والخليجية لهذا اليوم، ونبدأها من صحيفة البيان. خليفة ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد والحكام يهنئون أمير قطر باليوم الوطني، ومحمد بن راشد يهنئ منتخب الجزائر بفوزه بكأس العرب، ومؤسسة دبي للمستقبل تطلق قاموس مصطلحات المستقبل. نبقى في صحيفة البيان، إسعاف دبي تحتفي بتميز الموارد البشرية والأداء. في آخر خبر من صحيفة البيان، مدير عام دار زايد للثقافة الإسلامية: الإمارات رائدة في تعزيز قيم التسامح والتعايش. في تفاصيل الخبر نقرأ: أكدت الدكتورة نضال محمد أطنيجي مديرة عام دار زايد الثقافة الإسلامية أن دولة الإمارات تعتبر من الدول الرائدة عالميا في تعزيز قيم التسامح والتعايش والحوار بين الثقافات والديانات، الذي يعزز التسامح بينها ويقضي على الكره والضغائن ويجسد روح المحبة والتواصل الفكري، مشيرة إلى أن دور العبادة تدعم التعايش السلمي وإعلاء قيم المحبة والتكافل والتعاضد بين أفراد المجتمع. ننتقل وإياكم إلى صحيفة الاتحاد وعنوانات وزيرة التغير المناخي والبيئة في حوار مع الاتحاد: الإمارات أنموذج رائد في مواجهة تحدي التغير المناخي. في خبر آخر: الإمارات التزام راسخ بحقوق الإنسان. في تفاصيل الخبر نقرأ: تحت عنوان الإمارات التزام راسخ بحقوق الإنسان وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، عقدت صحيفة الاتحاد بمقرها الرئيس في أبوظبي ندوة سلطت خلالها الضوء على إنجازات الدولة في هذا المجال والتزامها بالمواثيق الدولية وحرصها على توفير البنى القانونية والتشريعية التي تضمن كرامة الإنسان وحريته وتحترم ثقافته ومعتقداته. شارك في الندوة المستشار عيسى العربي رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان ودكتورة ماريا الهطالي عضو هيئة التدريس بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية وجميلة الهاملي عضو جمعية الإمارات لحقوق الإنسان ومجموعة من محرري الصحيفة. في خبر آخر: الإمارات للتوازن بين الجنسين يستعرض مبادراته. وفي خبر آخر أيضا: فارس المزروعي: نعتز بإنجازاتنا في نشر الأمن والأمان. في تفاصيل الخبر نقرأ: ثمن معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي
دعم ورعاية القيادة الرشيدة لأجهزة الشرطة والأمن، والتي مكنتها من تحقيق إنجازات كبيرة في مسيرة الأمن والأمان ونشر الطمأنينة في المجتمع. وأوضح في كلمة بمناسبة يوم الشرطة العربية الذي يصادف 18 من ديسمبر من كل عام أن هذه المناسبة تأتي هذا العام، وقد حققت شرطة أبوظبي مكانة عالمية متميزة في الإسهام بدورها وجهودها في المسيرة الأمنية التي انعكست في مواصلة أبوظبي تصدرها قائمة المدن الأكثر أماناً في العالم. وننتقل إلى صحيفة الخليج، والتي عنونت 9 مبادئ لتعزيز الحوكمة وحقوق الأقلية في الشركات المساهمة. في خبر آخر أيضا من صحيفة الخليج، اقتصادية الشارقة تبحث مع شروق والإحصاء والتنمية التعاون وتعزيز التنسيق. 3.1% النمو المتوقع في دول التعاون الخليج هذا العام، و 3.6% في عام 2023. في تفاصيل الخبر نقرأ: توقع تقرير حديث لمركز الإحصاء الخليجي حول ملامح وآفاق الأداء الاقتصادي في دول مجلس التعاون خلال الفترة من عام 2020 إلى 2023 أن يحقق اقتصاد دول مجلس التعاون نموا بمعدل 3.1% عام 2021، وذلك بعد الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 بنحو 2.5% نتيجة جائحة كوفيد-19 وما صاحبها من تعطل الأنشطة الاقتصادية وهبوط أسعار النفط الخام. كما تشير توقعات المركز ضمن التقرير الذي تستعرضه الخليج إلى استمرار النمو بوتيرة أقل نسبيا في عام 2022 لينمو بمعدل 2.7%، ثم يتحسن النمو ليبلغ معدل 3.6% عام 2023، ومما يسهم في عودة النمو في اقتصاد دول المجلس في عام 2021 هو مؤشرات السيطرة على الجائحة من خلال استكمال اللقاحات، بما يسمح بزيادة التنقل وتحسن في الأنشطة الاقتصادية نتيجة رفع القيود على حركة التنقل وبدء التعافي التدريجي في جميع القطاعات. ومن المتوقع أن يرتفع معدل الإقراض للأعمال التجارية مع تعزيز ثقة المستهلكين والمستثمرين. ننتقل إلى صحيفة الأنباء الكويتية، وعنونت: وزير الصحة الألماني يتوقع موجة خامسة هائلة من كورونا، وأيضا أول مريضة في العالم تجري عملية زرع قلب ورئة وتلد بنجاح في الصين. في تفاصيل الخبر نقرأ: أنجبت امرأة صينية كانت خضعت لعملية زرع قلب ورئة طفلة سليمة في نوفمبر الماضي في حالة نادرة تعد الأول على مستوى العالم، وفقا لما أعلن في مؤتمر صحفي عقد في مستشفى في مقاطعة هونان بوسط الصين. وفقا لوكالة الأنباء الصينية شينخوا، أصبحت المرأة أول مريضة تجري عملية زرع قلب ورئة تلد بنجاح في الصين، وتتمتع مع طفلتها بوضع صحي جيد. وفي خبر آخر، النمسا تعليق تدابير الإغلاق لغير الملقحين ضد كورونا خلال فترة الكريسماس. في تفاصيل الخبر نقرأ: أعلنت حكومة النمسا أنها تعتزم تعليق تطبيق تدابير الإغلاق بالنسبة للأشخاص الذين لم يتلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا خلال فترة عطلة عيد الميلاد لكريسمس. وقال وزير الصحة النمساوي في تصريحات للصحفيين إنه سيسمح للأشخاص غير الملقحين بالتجمع بحد أقصى 10 أفراد خلال عطلة الميلاد التي تستمر 3 أيام بالإضافة إلى عشية رأس السنة الجديدة. وننتقل إلى أخبار إكسبو. موقع إكسبو الرسمي اليوم العالمي للغة العربية يناقش التواصل الحضاري في إكسبو 2020، وساحة الوصل في إكسبو 2020 دبي تكتسي حلة الأعياد المبهجة. هذه أبرز معنونة بيئة الصحف المحلية والخليجية لهذا اليوم، والعودة إلى الزميلات. شكرا زميلنا شاهر على هذه الأخبار والصحف المحلية والإقليمية في دولة الإمارات. يعني ما زلنا بشاير نتحدث عن أنشطة وفعاليات الأجنحة المتواجدة في إكسبو 2020 في إمارة دبي، لأن أكيد لكل دولة اهتماماتها الخاصة. هناك دول تهتم بالموارد الطبيعية وبالبيئة، هناك دول تهتم بالتكنولوجيا بالذكاء الصناعي. لهذا يعني تواجدنا في إكسبو أو هذه الفعاليات وتسليط الضوء عليها بشكل دائم وبشكل مستمر، هذا الشيء يعني واجب علينا فعلا
من أنها دائماً متغيرة ومتجددة. أنت عارفة شنو الحلو في موضوع إكسبو؟ إن كل يوم يزيد حماسك أكثر، يعني ما في رتابة، ما في الملل، كل يوم يصير عندك عنصر تشويقي أكثر، كل يوم يشدك لها أكثر، كل يوم تحسين أنك أنت تبين تعرفين شنو الأحداث. إن الأحداث الموجودة في إكسبو 2020 هي ليست يومية ومش كل يوم تتكرر نفس الشيء، لا، كل يوم في فعاليات جديدة، كل يوم في احتفاليات جديدة، كل يوم في ابتكارات جديدة، وأيضا جوائز وإيفنتس، كل يوم كل يوم كل يوم في شيء جديد. فأنا بشار ويسلط الضوء على إنجازات الدول وكيف كل دولة تهتم بمجال وبقطاع معين. بنروح اليوم معاكم في جولة إلى جناح سيشل، حيث يعرض اهتمامهم بالبيئة والموارد الطبيعية والحفاظ عليها بشكل كبير، وأيضا إبرازها والتسويق لهذه الدولة وأيضا إنجازاتها في مجال الحفاظ على الاقتصاد الأخضر والأزرق. المزيد معكم في هذا التقرير. Participating at Expo 2020 Dubai means a lot for the Seychelles Islands. A group of islands located right in the middle of the Indian Ocean. A lot of people have probably heard about it as a tourism destination. But the Seychelles is more than just a tourism destination. We have a serious story there happening, and that is about conservation, preservation of our natural environment, which is both the sea and the land mass. So for us, it's a story that we want to sell to the world, apart from Seychelles as a touristic destination. And come in with all other countries at Expo 2020 Dubai. It's easier for us to come to you, where you will be attracting a huge number of crowd, people of all nationalities, and people understanding the stories of Seychelles. From the Seychelles experience here at Expo 2020 Dubai, we expect that by the time they leave our small pavilion, that the visitors are touched by the effort that the Seychellois people of not over even 100,000 people are doing to preserve their small island states. So for us, by the time the people finish their experience, they must say, wow, not only the Seychelles is a lovely group of islands whereby I must go for a holiday, but can I now lend my effort to the preservation, conservation, and the effort they're trying to do for the world in preserving a small corner of paradise? Key of our Seychelles Pavilion here at Expo 2020 is the environmental blue economy. And for us, these are the things we want the world and want the world to understand. So we call upon the world, especially here at Expo 2020 Dubai. The Seychelles is calling out and appealing to the world. Help us, understand us. Not only as an island state whereby you can come as a tourist. Yes, we encourage you to do that. But look at the diversity that we have, the investments that we share, that we want you to help us with the protecting the island states of the Seychelles. أنا يا أختي أحب السيشل، يعني أنا وأنا أتابع التقرير أحس إنها تعطيك positive energy. يعني أذكر لما رحت للسيشل كنت إنسانة سلبية لأبعد الحدود، حسيت نفسي لا إرادية لأنها كلها طبيعة والناس اللي فيها بسيطة، حتى الفنادق حتى الناس الموجودة عندك كلهم positive energy، ما عندهم هموم، لا عندهم هموم، بس الطبيعة دايماً تعطيك قدرة على العطاء، قدرة على أنك تتحولين من إنسانة سلبية لإنسانة
إيجابية بكل ما تحمل الكلمة من معنى. فعلا بشكل يعني جمال هاي المناظر اللي شفناها، وخاصة اهتمامهم بالبيئة البحرية وأيضا بالأشجار والمحيطات وغيرها، لهذا يطلق على اقتصادهم بالاقتصاد الأزرق والأخضر، يعني يدل على مدى اهتمامهم بهذه البيئة واستخدام المواد المتجددة والمواد أيضا المستدامة عشان تظل هذه البيئة بهذا الجمال اللي شفناه، وعشان الناس تقدر تستمتع بهذا الشيء سواء في إكسبو 2020 دبي أو اللي تذهب إلى هذه الجزر، فعلا تقدر تستمتع بقضاء وقت ممتع في بيئة نظيفة خالية من التلوث. لازم نروح السيشل إن شاء الله. أول مواضيعنا، أو في كثير من المواضيع رح نتطرق لها اليوم، مواضيع جدا مهمة. رح نتكلم أول شيء عن علاقة السكريات بالكسل الذهني وعلامات تجعل البرودكاست مؤثر، البودكاست عفوا مؤثر، وكيف ممكن للخيال العلمي إنه يكون قادر على تغيير أفكار أجيالنا ويساهم في تربيتهم. وأيضاً بشاير راح نتكلم عن آخر مواقع وآخر أخبار مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والمتنوعة، وراح يكون لنا وقفة جداً مميزة مع أخبار السعادة من وطن السعادة. فاصل ولا نعودة. يومياً زينب نحتاج للعديد من العناصر الغذائية واللي دائماً أخصائيين التغذية يعني يركزون عليها، يعني يمكن يتفقون في هذه العناصر الغذائية المهمة اللي تجعل من أذهاننا صحيحة سليمة مرنة ومنطقية. فعلا مشاري يعني، والعديد من المصادر والعديد من يمكن نقول الأكلات والوجبات اللي نقدر نحصل على هذه المواد الغذائية وهي العناصر الغذائية، لكن هناك بعض الأمور أو ما يتعلق بالسكريات أو ما يطلق عليه بالكسل الذهني الذي له علاقة ببعض السكريات وأيضا ببعض المواد الغذائية. نتعرف معاكم على هذا الموضوع أكثر وعلاقة الكسل الذهني بالسكريات مع الدكتور أو مع الاختصاصي أمراض المخ والأعصاب دكتور تامر زيدان عبر تطبيق زوم. صباحك الله بالخير دكتور. صباح الخير دكتور. صباح النور يا فندم. صباح الخير على حضرتك وعلى السادة المستمعين. صباحك الله بالخير. يعني دكتور، بداية نعرف المشاهدين ما هو الكسل الذهني. مبدئيا هو الكسل الذهني لا يعتبر مرض، وإنما هو حالة من ضعف القدرات الذهنية بالتحديد المرتبطة بالتركيز والانتباه والإحساس بالخمول، وضعف القدرات العقلية من حيث التركيز، استعادة المعلومات، تنسيق الأمور الحياتية، بيؤدي إلى عدة أعراض زي الخمول، زي الإجهاد، زي اضطرابات النوم، فهي عبارة عن حالة وليست مرض. دكتور، بناكل كثير، وحتى كلام أخصائيين التغذية يمكن أغلبنا ما يأخذ فيه، بالرغم من أنه إحنا نعلم تماماً أن هناك عناصر غذائية مهمة يجب الالتزام فيها، وبعض المأكولات التي تسبب لنا الكسل الذهني يجب الابتعاد عنها. لو تعطينا بس ما هي هذه الأغذية اللي تسبب الكسل الذهني لدى الإنسان؟ للأسف أن التغذية السليمة هي أهم جزء في حياتنا، فبالتالي أي اضطراب فيها بيؤدي لحدوث الكسل الذهني أو حدوث الكسل الذهني كجزء من الكسل العام أو الخمول العام للجسم. في بعض الأطعمة، يعني الإفراط في تناول السكريات، الإفراط في تناول المواد المحفوظة، الإفراط في تناول الكحوليات، الإفراط في تناول مشروبات الطاقة، من المعروف أن المخ بيعتمد أساساً على الجلوكوز أو على السكر في إنتاج الطاقة، وبالتالي في إجراء العمليات الحيوية من تفكير، نعم، من منطق، من انتباه. ولكن الإفراط في استخدام السكريات بالتحديد بيؤدي إلى نتيجة عكسية، بحيث أنه بيدي طاقة في الأول بتتبعها نوع من الخمول والكسل. فعشان كده منلاحظ دايماً الإفراط في تناول المواد المنبهة زي الكافيين، زي مشروبات الطاقة، الإفراط في تناول الكحوليات بيدي شعور مؤقت بالانتباه يتبعه نوع من الخمول أو الكسل الذهني. صحيح. لكن دكتور، يعني لماذا هاي المواد الغذائية أو الأكلات اللي ذكرتها والمشروبات وبالأخص يعني مشروبات الطاقة تسبب ما يعرف بهذا الكسل لبعض الأشخاص بعد تناولها؟ المشروبات دي في العادة بتحتوي على كميات عالية من الكافيين أو المواد المنبهة للمخ، مذابة مع كميات عالية من السكر. زي ما اتفقنا، هو السكر هو المادة الخام اللي بيستخدمها المخ لإنتاج الطاقة لتنفيذ العمليات الحيوية داخل المخ. فبالتالي تناول المواد بشكل معتاد بيؤدي إلى تنشيط مؤقت،
يعني المخ بيستهلك كميات عالية من السكر، كميات عالية من الكافيين، كميات عالية من المواد المنبهة، وبيؤدي إلى استهلاك النواقل العصبية داخل المخ، مما يتبعه نوع من الخمول أو الكسل الذهني، أو في بعض الأحيان خمول أو كسل عام للجسم. دكتور، أغلبنا يمكن من بعد ما يأكل يمكن كميات كبيرة من الطعام أو الغذاء أو من الأطعمة والأغذية اللي أنت حضرتك ذكرتها يحس بالخمول، يحس بالكسل، ينام لساعات طويلة كثير. هل هذه الأطعمة تكون هذه السايد إفكت لها؟ إحساس الخمول اللي بيجي اللي بيحصل دايماً بعد الأكل بيبقى ناتج عن شقين. الجزء الأول هو الشق الطبيعي، إن بعد الأكل بيحصل نوع من توجيه الدم من المراكز الغير حيوية زي المخ، زي القلب، زي الكلى، بتتوجه معظمها للمعدة أو الجهاز الهضمي للمساعدة على الهضم. ده الجزء الأول، فده بيؤدي إلى تقليل إنتاج الطاقة داخل الأعضاء الأساسية، فبيؤدي لنوع من الخمول. ده أول جزء. الشق الثاني إن الإفراط في تناول المغذيات دوت بيمثل عبء أو إجهاد على الجسم، فبالتالي بيستهلك طاقة عالية وبيؤدي لنوع من الكسل أو الخمول. عشان كده دايما أخصائيين التغذية بينصحوا إن إحنا أكلنا يكون معتدل، يكون على كميات قليلة، يكون على وقت يسمح بالمضغ، يسمح بالهضم، يسمح بالامتصاص، وإلا تكديس الأمور دي كلها بيؤدي لعواقب أو أعراض جانبية زي اللي حضرتك بنوصفها، الخمول أو الكسل بعد الأكلات يعني. نعم يعني دكتور، في بعض الناس نفس ما ذكرنا يأكلون بدون توازن وبدون ما يحسبون حساب هذه السكريات أو المشروبات الغازية أو مشروبات الطاقة. شو هي الأعراض الأخرى الشائعة لهذا العرض، الكسل الذهني غير الشعور بالكسل يعني والخمول؟ للأسف أعراض الكسل الذهني دائما بتؤدي لنوع من الإجهاد العام أو حالة من الإجهاد المستمر، تؤدي لنوع من قلة التركيز، من ضعف الانتباه، من تشتت الانتباه، من اضطرابات النوم، من القلق المتكرر وقت النوم، خصوصا إذا كان الأكل متأخر أو تعاطي كميات سكري لمواد سكرية قبل النوم، بيؤدي إلى حالة من الخمول العام في الجسم. فبالتالي هي بتكون دائرة مغلقة من الأعراض اللي بتؤدي في النهاية لضعف ونقص إنتاجية الإنسان من حيث القدرة العقلية أو القدرة الجسمانية. دكتور، يعني أي حد راح يتابعنا اليوم راح يسأل سؤال منطقي، كل شيء خطر، كل شيء غلط، طب شو ممكن ناكل؟ شو ممكن ناكل ما يسبب لنا كسل ذهني وما يسبب لنا خمول وما يفقدنا طاقتنا؟ شو ممكن ناكل؟ احنا دايما بننصح بالتوازن بين المواد الغذائيه الاساسيه، زي التوازن بين الكربوهيدرات، البروتينات، ننصح دايما بزياده البروتينات، ننصح دايما بتناول الخضروات او الفاكهه بتحتوي على كميات عاليه من الفيتامينات ومساعدات الانزيمات اللي بتحفز التمثيل الغذائي داخل الجسم، بنتجنب الافراط في استعمال او في تناول المواد المنبهه. يعني مسموح ان احنا نتناول بعض الكميات القليله، انما الافراط في استخدامها او استخدامها بشكل يومي بيؤدي لحاله من الاجهاد المستمر. بالاضافه للتغذيه السليمه بننصح دايما بممارسه الرياضه البسيطه المتكرره يوميا، يعني على الاقل المشي لمده 20 دقيقه يوميا بيساعد على التمثيل الغذائي داخل الجسم. صحيح. يعني دكتور، لو نتكلم عن هذا العرض الكسل الذهني، هل ممكن أن يصيب الأطفال أيضاً ولماذا؟ للأسف أن الأطفال من أكثر الفئات عرضة لحالة الكسل الذهني أو الخمول الذهني، ودي اللي بتؤدي بالتبعية لضعف أو التأخير، ضعف التحصيل الدراسي، خصوصا ان الاطفال دايما بيحبوا يشربوا العصائر الجاهزه، ودي بتحتوي على كميات عاليه من السكر مذابه داخل المي مع بعض المواد المحفوظه اللي بتدي طعم او نكهه للعصائر دي. فعشان كده بننصح دايما ان الاولاد او الاطفال دايما يتجنبوا المشروبات المحفوظه او الغير طازجه زي ما بنحكي. وفي نفس الوقت ما بننصحش ان الاطفال يبتعدوا عن الكربوهيدرات، بالعكس الكربوهيدرات مهمه لنموهم لتغذيتهم، انما مشكلتنا دايما بتكون في المواد المصنعه او السكريات بكميات مفرطه. فبالتالي محتاجين يبقى في توازن، ان احنا نزيد كميات البروتين شويه، نحافظ على الكربوهيدرات الصحيه زي الحبوب الكامله، نتجنب الحبوب المصنعه او الخبز الابيض، يكون في توازن بين المغذيات في حد ذاتها، ونتجنب كل السكريات
المذابة دائما في المي اللي هي العصائر الغير طازجة يعني. طيب دكتور، احنا كأهالي ممكن نسيطر على ابنائنا بالسكريات، بس احنا الأهالي اذا بنحب السويت والسكريات والحلو وين نروح؟ شو نسوي؟ نقدر نعتمد على السكريات الطبيعية الموجودة داخل بعض الأطعمة، الفواكه، موجودة في بعض فواكه الخضروات، السكريات الطبيعية موجودة بالعسل، الموجودة في بعض الفواكه المجففة، التين، مشمش، الفواكه المجففة بتحتوي على كميات عالية من السكر وبتحتوي على كميات من الفيتامينات والمعادن المهمة للتركيز والانتباه. دكتور، إذا ما كانت علبة النوتيلا كاملة تعدل المزاج ولا الناس والبشرية كلها تتعب؟ ما حدش يقدر يستغنى عن الشوكولاتة بالتحديد النوتيلا. التوازن فيها كتير مهم، يعني احنا دايما بننصح بالشوكولاتة العضوية او الدارك شوكولات المحتوية على كميات عالية من السكر. بالضبط، يعني الشوكولات في حد ذاتها من المنبهات الطبيعية، ما عندناش مشكلة في استعمالها، بس من دون الإفراط فيها واختيار الأنواع الغير محلاة بشكل عالي او فيها كميات سكر عالية. صحيح. دكتور، نرجع شوية نتكلم عن مشروبات الطاقة أو المشروبات الغازية، شو البدائل اللي ممكن يستخدمونها الأشخاص ويعني يشعرون بنفس الشعور؟ يعني ذكرنا يمكن في البداية إن في أشخاص تتناول هذه المشروبات وبالأخص مشروبات الطاقة عشان هي تبى تاخذ طاقة وتبى تشعر بالنشاط في الصباح، شو هي البدائل اللي تكون صحية أيضا وممكن تعطيهم نفس الشعور ونفس الإحساس؟ زي ما حكينا، المشروبات الطبيعية اللي علاقة بالفواكه زي مثلا الموز بيحتوي على كميات عالية من المغنيسيوم والبوتاسيوم، التمر، العسل بيحتوي على سكر سهل التكسير أو سهل التعامل معه داخل الجسم من دون ترسيب، من دون ارتفاع لمستويات السكر. المكسرات أو النتس دايما بتحتوي على كميات عالية من الأوميجا 3 اللي بتساعد على زيادة التركيز وعلى زيادة الانتباه، فبالتالي الاعتماد على المغذيات الأساسية والعناصر اللي تحتوي على كمية عالية من الفيتامينات هو أهم عنصر بيدي نوع من الطاقة والتحفيز داخل الجسم. أوكي دكتور، سؤالي يمكن رح يلخص كل الكلام اللي إحنا تكلمنا عليه. نعلم تماماً أنه علمياً كل هذه المشاعر اللي توصلنا من السكريات ولا مشروبات الطاقة ولا المأكولات أو غيرها هي عبارة عن تحكمات المخ والأعصاب بإرسال هذه الإشارات وهذه الرسائل، إنه إحنا يجينا شعور مثلاً السعادة من الكوفي أو الطاقة من مشروبات الطاقة. يمكن شوي سؤالي شوي معقد، بس أتوقع إنه الجميع بحاجة له. كيف نقدر نساعد أنفسنا بجعل المخ والأعصاب يبدون يسيطرون علينا ويحولون مسار تفكيرنا إلى أشياء سليمة وصحيحة بعيداً عن الإفرازات اللي ممكن تؤدي إلى أن مشروبات الطاقة هي الصح والشوكولات هي الصح، لأن هي كلها مخ دماغ؟ مظبوط، زي ما حضرتك قلتي، هو بالنسبة لنا التغذية السليمة أو التغذية المتوازنة هي اللي بتؤدي لتحفيز إفراز الدوبامين وإفراز السيروتونين داخل المخ، وهي دي النواقل العصبية المسؤولة عن السعادة أو بنسميها هرمونات السعادة. أي بالضبط، ودي اللي بتؤدي لزيادة القدرة العقلية، لزيادة القدرة الجسدية، لتحسين الحافز أو الدافع داخل الجسم. المحفزات أو النواقل العصبية دي بيتم إنتاجها بشكل طبيعي يومي داخل الجسم، ولكن بيتأثر إنتاجها ببعض العوامل الخارجية زي مشروبات الطاقة، زي المشروبات، زي الكحوليات، لأن في الحالة دي المخ بيبدأ يعتمد على مصدر خارجي لتحفيز المواد دي، فبالتالي مع انقطاع المصدر ده بيتبع انتكاسة أو نوع من الخمول أو الكسل العام. صحيح، علشان كده دايما بنحفز او بننصح الناس دايما انها تساعد على تنشيط القوى العقليه بتحفيز افراز المواد دي بشكل طبيعي عن طريق المواد الطبيعيه زي ما اتفقنا، الغذاء المتوازن يحتوي كميات عاليه من البروتين، كميات عاليه من المعادن، كميات عاليه من الفيتامينات بتحديد فيتامين بي 12، فيتامين بي 1، بي 6. الحاجة الثانية ممارسة الرياضة الطبيعية اللي بتحسن دايما وبتحفز مستقبلات السيروتونين والدوبامين داخل الدماغ. مليون بالمية. دكتور تامر زيدان، أخصائي أمراض المخ والأعصاب، شكرا لك وشكرا لهالمعلومات الأكثر من رائعة، وإن شاء الله نقدر نحافظ على صحتنا مع هذه المعلومات. يعطيك العافية. شكرا لحضرتك والسادة المشاهدين. شكرا دكتور. يعطيك العافية. أختي الشوكولات تحسين صدق تعطيك سعادة، يعني أنا إذا ما أكلت العلبة كاملة حقت النوتيلا، مو الصغار هذا مال الدلع، ما
ما يجيب راسي لازم لفتله الحجم. يمكن هذا السبب، هذا السبب بشاير انه وايد ناس تحسينها خايفه تغير نمط الحياه، تقول لك يمكن وزني يزيد وزني ينقص، فتشوفينه يتم على نفس النمط لانه خايف، مع انه بالعكس يمكن تغيير نمط الحياه يساعدنا على تغيير تفكيرنا وايضا اقبالنا على هذه الحياه. يمكن بشاير بعض التمارين الرياضيه البسيطه وممارسه الرياضه حتى لو كانت بالشكل البسيط والسهل هي تكون الافضل. تابع معاكم بعض من التمارين الرياضيه المفيدة والجديدة في فقرة لايف ستايل. صباح الخير عليكم من فقرة لايف ستايل، معاك كوتش محمود، والنهارده موضوع حلقتنا عن العضلات الضعيفة، ازاي بتمرنها، ازاي بقدر اطور العضلات بتاعتي الضعيفة. ان شاء الله تابعوا معايا النهارده وان شاء الله تستفادوا. شباب كتير بتسألنا على موضوع العضلات الضعيفة، ازاي ابدا اغيرها وازاي ابدا اطور منها. طبعا هي لها حاجات كتير قوي ان انا اقدر اطور عضلاتي بيها، زي طبعا التغذيه في المقام الاول، بعد كده التمرين. التمرين ممكن اخلي العضله دي اتمرنها مرتين في الاسبوع، سي مثلا عند باي، عند تراي، عند ظهر، عند شيست، اي عضله في عضلات الجسم. في اوبشن تاني وده الافضل ان احنا نعمله، ان انت عندك مثلا عضله ضعيفه بتتمرنها في بدايه التمرين، زي ان اليوم انا عندي تمرين ظهر وترايسبس، فانا عندي ترايسبس ضعيف افضل من الظهر في المستوى العام، ببدا التمرين بالترايسبس وبعدين بتمرن الظهر. مش شرط ان انا ابدا بالعضله الكبيره، ابدا بالعضله الضعيفه. وتابعوا معايا دلوقتي، هبدا زي ما قلت لكم ان انا هبدا ترايسبس الاول، ومعايا اول حاجه الفي كابل كروس. ببدا اربع جولات، الاولى 15 تكرار، والثانيه بتكون 12 تكرار، الثالثه 10 تكرارات، الرابعه 8. يبقى 15 12 10 8. طبعا الاداء الصحيح ان انا بنزل بعمل هولد واطلع بطيء، بدفع بعمل هولد واطلع بطيء. دلوقتي معايا التمرين الثاني وهيكون باربل رو على الكيبل كروس، باربل رو بول داون، نفس التكرارات، بيكون 15 تكرار الاولى، الثانيه 12، الثالثه 10، الرابعه 8. اهم حاجه عندي التركيز زي ما اتفقنا، انا بدفع تحت بثبت ثانيه وبرجع بطيء وهكذا، معايا اربع جولات. ودلوقتي معايا التمرين الثالث وهيكون سنجل ارم اوفر هيد، وهيكون عباره عن اربع جولات، كل جولة 12 تكرار، والأداء يكون نفس النظام بالظبط، بنزل بطيء وبعمل هولد فوق. أربع جولات في 12 تكرار. ثابت 12 تكرار. كده وصلت معايا لتمرين الظهر، وهيكون اول جهاز معايا هو الجريب بول داون، وهنلعب اربع جولات في 15 12 10 8. اهم حاجه في التمرين الثبات، يعني ما تهزش زي المعظم ما بيعمل، بركز ان انا اسحب كامل فول داون، نازل في السرعه العاديه بثبت وبطلع بطيء. أربع جولات بنفس الأداء. معايا التمرين التاني وهيبقى سيدة بول رو كلوز على الكيبل كلوز طبعا، وركز معايا في الأداء كويس، وهيكون عبارة عن أربع جولات في 12 تكرار ثابت. بسحب بعمل ثبات وبنزل بطيء. ظهري مش راجع ورا قوي وما بيتحركش مع الجهاز. يعني ما اتحركش مع سحبة الوزن ونزوله. في ثبات، في تركيز، أربع جولات 12 تكرار.
سبايدر رو ده التشكيلة الثالثة بتاعتي، وهتكون عبارة عن ثلاث جولات بس 12 تكرار، واللي هو احنا بنسميه التي بار، وهيكون من الماسك الواسع عشان نشغل لي ابر الجزء العلوي من الظهر، اشتغل بنفس الشكل، بسحب بعمل ثبات فوق وبنزل بطيء، بلعب تركيز، دماغي مش في الوزن خالص، الاداء عندي اهم حاجه عشان العضله تستفيد. ثلاث جولات 12 تكرار ثابت. التمرين الرابع وهيكون دمبل رو سنجل، وهنلعب بنفس التكنيك، ثلاث جولات 15 12 10. بسحب بثبت فوق وبنزل بطيء، بسحب بثبت وبنزل بطيء، التمرين الخامس والاخير معانا وهيكون اكستنشن باك، وده اللي هو لاسفل الظهر. ركز معايا في الاداء، اداء مختلف شويه لكن عايزك تجربه، قوي جدا. وهيكون اربع جولات في 15 تكرار. وبكده نكون انتهينا من فقره اليوم، وهي كانت عباره عن ازاي بعالج عضلات الضعف اللي في جسمي، وطبقناها معاكم على الترايسبس والباك. وبكده نكون انتهينا النهارده، واتمنى ان تكونوا استفدتوا معايا، وانتظرونا في فقره قادمه ان شاء الله. الصحة هي شيء جدا أساسي لبناء أي مدينة، أي مستقبل، أي حياة، أي أيقونة الدولة. هم يعني إذا كان الإنسان ما عنده صحة سليمة ما رح يقدر يعطي في هذه الحياة، لأن البنية الأساسية والتحتية لأي مدينة تنطلق بوجود مواطنين ومواطنات، مقيمين ومقيمات أصحاء، حتى يرتقي دائما اسم هذه المدينة إلى العلالي نفس ما يقولون. لذلك أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي رعاه الله، إن ما أنجزته دبي من تطلعات تم التخطيط لها وإطلاقها بعد دراسة وبعد تعب وافي جدا. وأشار سموه إلى أن شعارهم اللي كان دبي مدينة العالم رح يتغير ويصير دبي هي العالم. فعلا بشاير، وأطلق هذا الشيء يعني صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي حفظه الله ورعاه على الإنستغرام، ومضات قيادية بشاير وخاطب فيها أبناء الوطن وبالأخص الشباب، وقال هناك من يعتقد أن ما أنجزناه هو عبارة عن أحلام لم يكن من الممكن توقعها أو لم يكن من الممكن تخيلها، وقال أنا أقول إن ما أنجزناه من تطلعات خططنا له وأطلقناه بعد دراسات وافية. وقال أيضا أنا أقول لهم شعارنا في دبي الذي كان دبي مدينة العالم أصبح دبي هي العالم. هناك من يعتقد إن ما أنجزناه عبارة عن أحلام لم يكن من الممكن تخيلها، وأنا أقول إن ما أنجزناه تطلعات خططنا لها وأطلقناها بعد دراسة وافية.
وأقول لهم أن شعارنا الذي كان دبي مدينة العالم سيصبح دبي هي العالم. هذه هي الومضات القيادية. يا سلام يا دبي، دبي دار الحي راح تبقى دائما وفعلا هي العالم. ننتقل لخبرنا الثاني لهذا اليوم، واللي تخوض فيه أكبر بورصة لتداول العملات الورقية باينانس، واللي تأكد طبعا هي تعتبر من أكبر بورصة التداول للعملات الرقمية على مستوى العالم. أكدت وخاضت أيضا من حيث حجم التداولات مفاوضات مع دبي وأبوظبي بشأن استضافة المقر الرئيسي للمنصة، وفقاً لما نشرته أمس وكالة بلومبرغ للأنباء نقلاً عن مصادر مطلعة. وفعلاً يعني عرضت هذه الشركة بشاير وقالت إن هناك عدد كبير من المستثمرين وأيضاً المسؤولين التنفيذيين اللي ناقشوا العديد من الأمور، وبالأخص الاستشارات الاقتصادية في عدة مناطق، منها إمارة أبوظبي وأيضاً إمارة دبي، مثل سوق دبي المالي العالمي وأيضاً سوق أبوظبي العالمي وسوق دبي للسلع المتعددة. إن من الممكن ومن الاحتمال نقل هذه المنصة إلى إمارة أبوظبي أو إمارة دبي. شوفي، أي مؤسسة دائما تبحث عن عناصر النجاح في أيقونة هذه المؤسسة، وفي كثير من الأمور تحتاج إلى قواعد ثابتة لإنجاح هذا العمل. يعني مثلا اختيار الممثلين في المجال أو العاملين أو الموقع الجغرافي، خليني أقول. وإذا رح أخصص أكثر على نطاق الإعلام، يجب أن يكون هناك نقاط أساسية نركز عليها لنضمن النجاح في النهاية. فعلا بشير، يمكن إذا تكلمنا عن الإعلام بشكل كبير، يمكن أصبح البودكاست من أحد أنماط التقديم ومن أحد أنماط أيضا الإعلام، لكن له بعض الأساسيات وبعض الطرق وبعض الاستراتيجيات بشير التي يجب اتباعها لينقل المحتوى وصانعي أيضا هذا المحتوى بالشكل الصحيح. رح نتعرف عليه أنا وإنتي والمشاهدين مع الصحفية والكاتبة الأستاذة فاطمة الجمالي. صبحت شاء الله بالخير. أهلا وسهلا، صباح الخير. صباح النور. صباح الخير، أهلا وسهلا، نورتينا. نورتينا، حياك الله. تفضلي حبيبتي، تعالوا خلنا نتعرف على البودكاست. يلا ننطلق في هذا البحر العميق. يعني يمكن وايد وايد مشاهدين استاذة فاطمة او وايد اشخاص يسمعون هذه الكلمة بس مش عارفين شو المعنى او المفهوم الصحيح لها. لو تعرفينا ما هو البودكاست. البودكاست باختصار هو المفهوم الحديث للإذاعة، فهو مدونة صوتية حسب الطلب. ما عدنا مرتبطين لا بمحطة معينة ولا بتوقيت معين، تسجيلات على منصات أو على تطبيقات على الهاتف، وتسمعيها أمتى ما تحبي وين ما تحبي ببساطة. أكيد في أساسيات. أكيد. إذا أنا كنت حابة أكون مثلاً أبدأ، أنا شايفة التليفون فيه ليش، فأنا عابة أبغى أسأل. هذا حياتي، ما تخلوني أبعد عنه. هذا حياتك صار. صحيح. طيب عادي، قبل لا نعرف شو هي الأساسيات، شنو قاعد تسوي؟ قاعد تسجلين لنا ولا شو؟ شو تسوي؟ دائما keeping update لكل شيء 24 hours للأحداث. مش 24 hours، يعني بنشيل ساعات النوم. طيب الحمد لله. طيب لو حابين نتعرف عن أساسيات البودكاست، احنا حابين نبدأ بودكاست، شو الأساسيات الضرورية اللي ما نقدر نستغني عنها؟ أول شيء تحددي الموضوع. اللي تبدأي أي خطوة لازم تحددي موضوعك. أنا حسوي بودكاست في أي مجال، في الصحة، في الرياضة، في السياسة، في الاقتصاد، في أي شيء. بعدها تبدأ تشوفي السبتايتل أو المواضيع الفرعية، تختاري نوع البودكاست، لأنه أيضاً في أنواع. هل هو حيكون فردي، حيكون عندي ضيف، حيكون عندي أكثر من ضيف. بعدها بنختار المواضيع الفرعية. لا تسي أنه أنا البودكاست على بودكاست تحفيزي، فيوم بنختار مثلاً الصحة النفسية. يعني هو برنامج متكامل؟ أكيد برنامج متكامل. على وسائل التواصل الاجتماعي؟ أكيد. أوكي. بتختاري يعني المواضيع الفرعية لبرنامجك وتسجلي. كمان لازم يكون في ظروف معينة. يعني ما نطلع أستاذة فاطمة بشكل عشوائي وأقول أنا قاعد أنشر أو أعرض بودكاست. لا طبعاً. بالعكس، يعني يجب نفس ما قلتي انتقاء المواضيع أو أكيد. المحتوى. شو هي المواضيع يعني الأكثر حداثة والتي يجب انتقائها وممكن تعرض عن طريق البودكاست لأفراد المجتمع أو للمشاهدين على مواقع التواصل الاجتماعي؟ هو دائما نحدد الشيء اللي إحنا نكون مرتاحين فيه، يعني عشان ما نتفلسف كثير، لأنه صحيح. إحنا قبل ما تكون أنت اللي تعمل في البودكاست، أنت أيضا مستمع، فالشيء اللي أنت
بتكون تحب تسمعه. يعني مثلا انا بحب اسمع البرامج التحفيزيه او البودكاستات اللي بتعطي انرجي، فما يهمني كثير انه اسمع بودكاست يحكي على الاقتصاد، ما يهمني اسمع. ففي الشيء اللي انت تكون مرتاح فيه، وكمان ما تعدد وجهاتك لانه حظي، وانت مش بيرفكت في اي شيء، يعني في كل شيء لازم يكون عندك موضوع معين. واصلا الجمهور حيكون انه هذا في الصبح بيحكي على الطبخ، في المساء بيحكي لي على الرياضه، فحدد مكانك وين، لانه في ما تكون شخص عشوائي، تكون انتقاء. بالضبط بالضبط، لانه الشيء اللي حيميزك وسط كل هذول. مثلا في امريكا شهريا 100 مليون مستمع للبودكاست، فمثلا شو يميز صباح الخير يا وطن على باقي البرامج الصباحيه في القنوات الموجوده؟ فلازم شيء معين يميزك. ليش حنسمع هذا البودكاست ما نسمع غيره؟ فعلا. طيب شوفي، انا الموضوع لعبتي راح انطلق. انطلقي. البودكاست تعلم تماما انه هي عباره عن برامج تنطلق خلال منصات وسائل التواصل الاجتماعي. نعم يا اختي، انا مش حابه انوع، حابة مثلاً أسوي، مش حابة ألتزم بلاين معين. يعني ذكرتي قبل شوي نقطة، حدد هدفك ووجهتك في الشيء اللي أنت حابب أنك تعمل فيه البودكاست. حابة أكون متنوعة، أنا إنسانة أحب الحياة، حابة أسوي مثلاً فقرة كاملة، يوم عن لبس كسيدة، خليني أتكلم، يوم عن لبس، يوم عن ميك اب، يوم عن طقة إبرة بوتوكس، طقة إبرة فيلر، صح ولا لا؟ صح. طيب وين شو انا كيف ممكن اسوي هذا الشيء دون الخروج عن اساسيات نجاح البودكاست اللي انا راح اقوم فيه؟ هذا الشيء لو انك تشوفيه متعدد فهو كله يدخل في اللايف ستايل. تمام. فاحنا ممكن نحدد موضوعنا اللايف ستايل بشكل عام، ما حنحول، مش حتكلم بس على الاكل الصحي، مش حتكلم بس على الجمال، حجمعهم كلهم في بودكاست. ما فهمتي سؤالي يا ستي. أمور الجمال جاء عبالي أجيب زينة بتغني عندي اليوم، جيبيها، دخلتي مرحلة جيبيها. ما طلعنا من اللايف ستايل، لأن ساعات أحس أن الجمهور الآن صار ذكي فعلا، ذكي وقادر يقرر أن هذه الإنسانة مملة، البودكاست اللي تسويه وايد ممل. فنحن أيضا كإعلاميين خليني أقول ترى إحنا في صراع، أنه نبحث دائما عن ما هو جديد، شيء نشد فيه المشاهد في ظل موجة انعدام المحتوى في وسائل التواصل الاجتماعي. طيب هذا الشيء متعب لنا، احنا كيف نتصرف؟ الجمهور هو اللي بعد، يعني اوكي انت اخترتي انك تكوني متعددة الـ الـ المواهب. المحاور المواهب. لكن الجمهور هو هيحدد لك. بعدين انا ليش حبقى اتابع في واحدة؟ يعني ممكن انا مش ستايلي انه انا اسمع واحدة تغني. طيب اوكي بسمع، بحط مغني. ما احب اسمع. لا رح اجيب لكم طرب، لا تحاجي. فالجمهور بعدين ممكن الاتراك، يعني التفاعل الجمهور حيخليك تحددي طيب هذا مش ماشي، هذا صح. مش حيسوي، خليني اغير. ايوه، فهذا اللي حيحدد لك ايش هو مهتم اكثر، لانه انت مرتبطه بالجمهور، انت ما بتسوي هذا الشيء لحالك، انت بتسويه لا صحيح لنجم او يعني أيوة. وضع للمشاهد ثاني. او الجماهير اكيد. يعني استاذه فاطمه، الاشخاص اللي حابين يبتدون، يعني في اشخاص بعدهم قاعدين يبوا يبتدون في هذا الموضوع ويبوا ينشرون بعض المحتويات او المواضيع مثل ما ذكرنا عبر هذا البودكاست، شو هي البداية أو الخطوة الأولية اللي ممكن تساعدهم إنه يحس إنه انتقل الموضوع الصحيح وإنه فعلاً يقدر يوصل لشريحة حتى لو كانت بسيطة من فئات أو أفراد المجتمع؟ اخترنا الموضوع، اخترنا نوع البودكاست، مثل ما قلت في سولو بودكاست اللي هو الفردي، بودكاست يكون عندك ضيف تحكيه في موضوع معين، في بودكاست أكثر من ضيف، وفي بودكاست ما يعبر عنه بالمائدة المستديرة اللي هو بيكون عندك كثير ضيوف وحتى لو جمهور. هذا عادة بيستخدم في اللايفات على يوتيوب أو على فيسبوك. لما تحددي هذول النقاط تبدأ تختاري أنا وين حعرض البودكاست هذا، لأنه في أكثر من تطبيق. بعد ما تنشري البودكاست حتنشريه يعني للمستمعين، بعدين حتصيري توزعيه لنشره. هاي المرحلة مهمة، لأنه غير أنه إحنا بنحطه على السوشيال ميديا، في ناس بتسمع، في ناس ما بتسمع. صحيح فعلاً. فهنا ندخل في مرحلة تسويق نفسك، كيف تخلي الناس تسمعك. ففي طرق، إما عن طريق الواتساب بعثوه، هاي كمان شغلة مهمة جداً لازم تتأكد منها، أنه ما
تبعث البودكاست عشوائيا لاي حد، لازم تخلي عندك جروبات معينين. هذول الناس بيهتموا مثلا بالصحه، هذول الناس بيهتموا باللايف ستايل، هذول الناس بيهتموا بالبوتوكس. فبنبعث لهم على حسب يعني، مش قوم. والبودكاست لازم كمان تحدد هل انا حيكون بودكاست يومي، هل حيكون اسبوعي. ايوه، مش انه مثلا يبدا في يوم يعني يبدا يحط مواضيع وينشر مواضيع بعدين يتوقف بعدين فتره بعدين يرجع. ايوه، فانت تحدد انا وين، هل انا قادر اني اعطي بودكاست يوميا؟ لانه الناس لما بتتعود عليك لما تغيب ممكن يا اما يضيع مكانك. صحيح. في ايوه، او ينسونا. بالضبط، فدائما بيرجع لهي النقطه، انا وين ووين اريد اوصل. فهذا بيحدد لك، ونرجع نقول انه تفاعل الجمهور معك ممكن كمان يوريك الطريق اكثر. فعلا. طيب استاذه فاطمه، تحدثنا عن النوعيه واساسيات، وعلى فكره انت تكلمتي عن التسويق، بس انا راح ارجع له بتفصيل اكثر، لانه الطريقه التسويقيه وكيفيه اختيارها وايد مهمه. الوقت، المده اللي انا اسوي فيها البودكاست كم لازم تكون عشان اكون في الخط الصحي والسليم، خليني اقول مش المثاليه ولكن الى حد ما، والنجاح. عالمياً التوقيت المحدد للبودكاست يعني أو الرنج الطبيعي للبودكاست هو 43 دقيقة. شخصياً ما أحب البودكاست يعدي 30 دقيقة، خاصة لو بيكون سولو. على فكرة علمياً هو أصلاً حسب الدراسات يقدر المذيع أو الإعلامي أن يجذب انتباه المشاهد 30 دقيقة بتركيز عالي، بعد الثلاثين ضاع منك المشاهد. بالضبط. مل. صحيح. وأحياناً لما يكون يعني الموضوع نفسه ما بيحتاج كثير 30 دقيقة، يستوما شو أنتوا إعلاميين وبتعرفوا الثانية كم تفرق. كم تفرق. يعني خلينا نقول 30 دقيقة ما يعدي. أي ما يعدي. ما يعدي. لو قادر، خاصة لو كان يومي، لو 10 دقائق ربع ساعة بودكاست بيعطيك مثلاً الزبدة زي ما يقولوا، بيكون مثالي جداً. بس أسبوعي، وإذا معك ضيف 30 دقيقة ماكسيمم. حلو. فعلاً يعني أستاذ فاطمة نتكلم أكثر عن عوامل أو مقومات النجاح اللي ممكن تخلي هذا الشيء اللي أنا قدمته أشعر فعلاً إنه شيء ناجح، ممكن الناس تتابعه، ممكن أيضاً تستفيد فيه. يعني ليش دائماً نركز فقط على المتابعات أو استماع الناس لهذا الشيء؟ لا، أيضاً إحنا حابين إن نفيد أفراد المجتمع ونفيد أيضاً أنفسنا. يعني إحنا بنسوي البودكاست زي ما قلت مش لنفسك، لأنه أنت أكيد قادر، يعني أنت عارف شو حابب تحكي لنفسك. فالشخص الآخر أو الطرف الآخر عامل مهم. هو مش موضوع التركيز على المشاهدات بمعنى أنه يا شافوني كثار أو صحيح الموضوع وصل كثار، لكن هل أفدت غيرك؟ هل يعني عملت فرق ولو بسيط؟ فالتفاعلات دايماً بتوريك، يعني بتجي مثلاً يعني عن نفسي بتجيني رسائل أنه أحكينا على هذا الموضوع أكثر، أو خلينا الناس تحدد لك شو هي الأشياء اللي تحبها، لأنه يعني حكيت أنا بكون حاكي على الموضوع قبل، بس حسوا انه يريدوا يتعمقوا اكثر بهذه النقطه. فهذا بيحدد لك. طيب انت لما الشخص بيكون سمع وعطى رايه بالموضوع، فاكيد هالتحديد لانه نجحت. طيب ما انا صوتي وصل، وانا النقطه اللي انا تناقشت فيها لقيت حد بيجاوبني عليها، في انتر اكشن او في رده فعل. بالضبط، دائما الجمهور كثير مهم في. انا مش عارفه اذا راح يكرهوني اليوتيوبر الحين ولا يدعون علي ولا تركيزهم كثير على شنو لابسه، شو التسريحه اللي راح اسويها اليوم، شنو البراند اللي راح اكون لابسه منه. يمكن شوي ياخذهم هذا الموضوع، مش شوي، اكثر من شوي بعد، وينسون انه في اساسيات ثانيه مهمه. بنظرك شو اهم اساسيات البرودكاست؟ هل هو اللبس واللوك؟ ادري انه مهم، يعني مش حنطلع بالبجايم على الهواء، ولكن هل يطغي على الصوت مثلا او الاداء او القيمه اللي يحملها البرودكاست او المعلومات اللي يجب ان تكون داخل هذا البرودكاست؟ لانه نعرف ان في ناس بلا محتوى بس هي تلفت انتباه خلال اللبس، طاقة شفايف، بوتوكس، فيلر جديد، ناقشيها في جملة ما تعرف حتى تناقشك في الجملة. يعني زين أنها هي حافظة حروف الجر.
أوكي. فهمت وصلت. أوكي. عشان نكون واضحين. بس حسيت إن أنتي الموضوع حسيتي راسك فيه قهر في قلبها. إجابة عميقة. عشان نكون واضحين، البودكاست خيار الشخص اللي بيسوي بودكاست إنه يبثه على سوشيال ميديا، يعني الناس تشوفه. لكن البودكاست هو مدونة صوتية، إحنا مش يوتيوبر ومش ضروري الناس تشوفك سواء بالبيجامة ولا لا، أنا أتكلم عن الصور اللي ممكن يستعملونها. أيوة. يعني الناس ممكن، الناس المشاهدين حالياً ممكن ما يهمهم موضوع البودكاست، لكن بيشوفوا والله شايفين اللبس وشايفين الميك اب، شايفين الإضاءة وشايفين الديكور، ففي أتراكشن ثاني بيدخل في الصورة. لكن وقت يكون بودكاست يعني بيقولوا الأذن تعشق قبل العين أحياناً. يعني الصوت ولا المحتوى؟ نسبة وتناسب. يعني مش مطلوب منك تكون صوت مورغان فريمان مثلاً، مش ضروري. لكن مش صوت مزعج، مهم جدا. يعني لا تقعد من النوم تطلع لي بروت. لا أكيد في أصوات صح نفس ما قالت أستاذة فاطمة بشار، تحسينها مزعجة ما تقدرين تتلقين منها المعلومة أو تسمعينها. يعني في الإذاعة الحين وانتي جاية مثلا للدوام تسمعين أكثر من الصوت اللي ينرفزك، تبين تغيرين. صح، ونرفزين شوي. فهو نسبة تناسب أكيد. يعني ما تحكي لي موضوع فاضي، لأنه عندي شيء ثاني أسويه وما تزعجني، لأنه يعني أنا بس بسمعك، ف خلاص بشوف الفيديو بشوف شيء ثاني. يعني حتى الموضوع مش كثير مهم بهتم بشيء ثاني. فعلا. لكن هل ممكن نعتبره ظاهرة ممكن مع مرور الأيام تختفي، بما أنه موجودين يوتيوبرز وبناس موجودة وايد على السوشيال ميديا، مشاهير انفلونسر وغيره، ممكن فعلا الأستاذة فاطمة يوم وهذا البودكاست يتلاشى أو يعني يقل مستخدمينه أو الناس اللي حابة تصنع محتوى من خلاله؟ حاليا ما في أي، يعني إحنا قلنا على الإنترنت لما أول ما طلعت إنه حتى تلاشى بعد فترة، وقلنا التلفزيون حيتلاشى بعد فترة، وكل شيء. يعني البودكاست العبارة بدأت من 2004، أول بودكاست طلع في 2004، وحالياً قاعد يعني بيوصل للطفرة مثل ما نقول. بس هل حيختفي بعد فترة؟ ما نعرف. حالياً إحنا في أوج البودكاست، فخلينا نستمتع بالأوج ولا نفكر بعدين. المهم إنه الأعداد في تزايد والمواضيع في تزايد، لذلك هل في إحصائيات استضافت معنا هذا الموضوع إن الأعداد أو مستخدمين هذا النمط من الإعلام إن في تزايد مستمر؟ أبريل يعني هم تقريباً شهرياً بيعطوا لغاية أبريل تقريبا 70 مليون مستمع. كل مره في حد جديد، يعني فلازم تحدد نفسك في الساحه توين يعني. بالضبط بينهم. طيب الفلوس جاي. يعني كيف ممكن الواحد يكسب المال من البودكاست الخاص فيه؟ يعني مش راح اتعب كل هالتعب على ابو بلاش يعني. اكيد اكيد ما حد يعني هو رسميا البودكاست بيمشي بعدد المستمعين، أوكي؟ طبعاً. وبعدد التحميل، فكل 1000 تحميل للبودكاست بتاخد $20، واللي 1000 20. أيوة، عشان هيك غير يعني هذا غير مربح، غير مربح جداً. ففي طرق أخرى للربح اللي هي الإعلانات في كل مكان، ممكن إعلانات، ممكن التسويق التجاري، يعني أنت تجيب حد يسوق لك. لا، انت تسوق لحد بفلوس. انت عندك أوكي. مشروع وانا بجيبك بعطيك 5 دقائق او 10 دقائق من البودكاست تكلمينا على 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 مشروعك، اما بالنسبه او بمبلغ معين. في شيء ثاني اللي هو الجلسات الاستشاريه، انت بتعمل بودكاست لنوعيه معينه، نرجع صحيح. نقول مثلا للتحفيزي. اوكي اوكي، انا بعطي نصائح، بعطي بخلص البودكاست، إذا تحبوا استشارة شخصية ممكن تتواصلوا معي على هذا الرقم أو ممكن تحجز. من هني أخلي مدخول مادي. بالضبط. سؤال مهم أستاذة فاطمة، أكيد على بال ناس وايدة، الصوت، ما مدى أهمية الصوت في جذب المستمعين؟ يعني حتى نعرف أن اختبارات الكاستنج اللي تكون في الإذاعة دائما حاولوا يختاروا ناس نبرة صوتهم تكون جذابة أو أتراكتف عشان المستمع يحب يستمع لها، يعني بشكل كبير أو بنسبة كبيرة، ما مدى أهمية هذا العنصر أو هذا العامل؟ أكيد أقول لك، عشان المستمع انت بس تسمع، انت ما بتشوف، ما في اتراكشن ثاني بيخليك تركز في شيء ثاني. ايوه صح. فالصوت نرجع نقول يعني مش ضروري يكون مورغان فريمان، لكن اخي اعمل تمارين قبل ما تبدا بودكاست،
عادي جدا، تمارين صوتية بسيطة، يكون صوت واضح، يكون المكان اللي أنت متسجل فيه كمان هادئ عشان ما يكون في تشويش. في أصوات جميلة من الله مليون يعني طبعا، وما شاء الله عليها أستاذة فاطمة شو صوتك يجيب العافية يعني. يعيشك يعيشك برشة صح؟ 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 الحمد لله. سعيدين جدا بلقائنا معك لليوم، الكاتبة والصحفية فاطمة الجمالي، إن شاء الله يومك سعيد كله. يعيشك، شكرا لك حبيبي، يعطيك العافية، نورتينا يا رب. أؤمن تماما أن الإعلام يحتاج إلى أساسيات جدا مهمة، قد يكون هناك مواهب ولكن إن ما كان موجود التعليم بالأساس الصحيح فدرب نفسك، إحنا عايشين نتعلم في هذه الحياة. فاصل ولنعود، خليكم معنا. العديد من الفعاليات والمبادرات والأنشطة الخاصة بالخيول التي تقام في دولة الإمارات وبالتحديد في إمارة البجيرة، وأيضا اهتمام شيوخ إمارة البجيرة بشير الله يحفظهم بهذه الفعاليات، مثل مسابقة الخيل العربي التي أقيمت في إمارة البجيرة واختتمت يوم أمس وكانت في نسختها السادسة. يعني هذه الفعالية التي أسدل الستار عليها البارحة هي في نسختها السادسة نفس ما قلتي، وهي أيضا بطولة الفجيرة لجمال الخيل العربي والتي تقام برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة. في التقرير التالي رح نتعرف على مشاركات اسطبلات إمارة الفجيرة في هذه البطولة، فلنتابع. بطولة هذا العام البطولة تعتبر بما أنها السادسة، كل بطولة نتطور أكثر تنظيميا، نتطور أكثر بعدد الخيول المشاركة، فهذا العام تجاوز 260 خيل. مثل ما احنا ملاحظين دليل نجاح البطولة أيضا لهذا العام الجمهور المتواجد هذا كثير عن البطولة السابقة، هذا دليل على نجاح التنظيم. أيضا نركز عليه تشجيع ملاك الخيول داخل إمارة الفجيرة خاصة من جيل الشباب، فنجد ما شاء الله كثير منهم مقبلين على هذه البطولة، وأيضا نرى نجاحات في البطولة وفوز في مراكز متقدمة البطولة لمرابط أو لملاك خيل من داخل إمارة الفجيرة. البطولة داعمة طبعا للبطولات الأخرى في الإمارات، لكن تركيزنا أيضا لإبراز ولمساندة ملاك الخيل داخل الفجيرة لزيادة عددهم، لزيادة وعيهم بطرق المشاركة في البطولات، وأعتقد بطولة الفجيرة أصبحت داعم كبير لهذا الملاك. طبعا نحن سعيدين بتواجدنا ومشاركتنا في دولتنا الحبيبه الامارات في اماره الفجيره، بطوله جدا رائعه، تنظيم جدا رائع، اعلام جدا رائع، كل المعايير في البطوله جميله جدا، بطوله مريحه من الناحيه الشكليه، قويه من ناحيه الخيل المتواجده فيها، بطوله لها زخم كبير من ناحيه جميع المشاركين من المرابط الكبيره والمرابط الصغيره. طبعا احمد يماحي او احمد مطلعي المعروف مطلعي من المرابط الصغيره اعتبر في دوله الامارات، مشاركاتي في بطوله الفجيره نتائجي طيبه الحمد لله للحين، عندنا مشاركات بعدها ما شطبنا البطوله، ان شاء الله ان الامور طيبه تكون. مشاركتي في بطوله الفجيره اول شيء هذه فخر، بكون انا من ابناء الفجيره، مراكز الطيبه اللي قدمناها في البطوله
هي معايير، خمس معايير تنطبق على الحكام. شوفوا نحن قبل أو أنا بالذات قبل ما أجيب خيل أي بطولة لابد أن تكون الخيل منافسة، ولابد أن تكون من معايير الجمال. مش كل الخيل متواجدة في العالم أنها هي خيل جمال، وإن كانت عربية خيل جمال لها مواصفات معينة لابد دراستها قبل تسجيلها بأي بطولة في الإمارات أو برا الإمارات. ندرس الخيل، بعد دراسة الخيل أنها موافقة لمعايير البطولة وجمالها نحن نتحرك إلى هذه البطولة. نتمنى دائما نفوز. طبعا دخولي كمربط مطلع الخيول العربية في جميع البطولات في البداية ليست فقط المشاركة أو تكملة عدد، للمنافسة بحد أقوى، المنافسة طيبة في جميع البطولات إن كانت محلية أو دولية. طبعا مربط مطلعي دعمه خاص من قبلي، وأنا المدرب وأنا المالك وأنا المنتج بفضل من الله، ولنا توجه عالمي إن شاء الله أعلنها من هذا اللقاء إن شاء الله الأسبوع القادم في السعودية، مشاركة من مربط المطلعي ممثل إمارة الفجيرة ودولة الإمارات بإنتاج إمارة الفجيرة، وإن شاء الله نقدمكم نتائج طيبة برا الدولة داخل الدولة. هذه البطولة السادسة، النسخة السادسة لبطولة الفجيرة، وتعتبر بطولة الفجيرة القلب النابض بين البطولات كموسم، وتنظيمها يشهد له جميع الملاك العرب والمواطنين أنها تعتبر بطولة مميزة جدا يعني في التنظيم وفي التحضير وفي استقبال الجماهير وحتى استقبال الخيول المشاركين. مستمر في مشاركاتي في بطولة الفجيرة من عرفة الخيل، وتعتبر بطولة الفجيرة هاي بالنسبة لي أنا وجه خير، ومعظم الخيول اللي شاركت فيها الحمد لله كانت تسيب مراكز متقدمة في بطولات الفجيرة. الحمد لله عندنا في إمارة الفجيرة ملاك مواطنين أصحاب خبرة وعندهم نقوة من الخيول العربية الأصيلة، وكذلك أصبحوا مشاركين في معظم البطولات الدولية، كانت في محلية هني أو الدولية في داخل الدولة. الحمد لله في بطولة الفجيرة الثاني والثالث، ونتأمل إن شاء الله أن في المستقبل نكون مراكز الأولى. أكيد من الجميل المشاركة في مثل هذه المسابقات بشاير، وطبعا خاصة الناس اللي عندهم اسطبلات واللي يهتمون بهذه الخيول، وممكن اللي فاته أو ما شاف هذه المسابقة وهذه الفعالية في إمارة الفجيرة ممكن يتابعها على مواقع التواصل الاجتماعي. مثل ما نعرف بشاير دائما مواقع التواصل الاجتماعي ممكن تتابعين عليها كل شيء، سواء كانت الأخبار المفرحة والجميلة وأيضا الأخبار الحزينة مثل وفاة اليوتيوبر السعودي والمعروف في المملكة العربية السعودية وفي دول الخليج محمد الشمري اللي توفى في حادث يوم الخميس. وطبعا شفنا كيف مواقع التواصل الاجتماعي ضجت بهذا الحادث وما زالت، حتى الصور اللي تداولوها رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن الحادث كيف كان حادث قوي، وكان معاه أسرته وكان متوجه أتوقع إلى الرياض. وقبل ما يتوفى بشاير يعني أنت متخيلة نزل فيديو وقال ادعونا نوصل بالسلامة، وكان مصور أيضا أولاده وكان متصور مع بنته في السيارة، لكن هو كان التغريدة وهو كان يعني الاجتاح مواقع التواصل الاجتماعي وبالأخص تويتر. هو من رواد المملكة العربية السعودية ومن المشاهير على تطبيق السناب شات. شوفي أنا أتابعه من فترة، والله صراحة زعلت كثير، زعلت. أنت عارفة أنه عنده ديون وقروض مكبدة على أكتافه، ولكن أساس شوفي يا حرام شوفي أساس محبة الناس له إنه يبدي الناس على نفسه. أنت عارفة يشيل اللقمة حتى لو كان محتاجها يعطيها للناس اللي حوله. هذا أحد أبنائه اللي قاعدين نشوفه على الشاشة، هذول الأبناء موجودين الحمد لله وبصحة وبعافية، وتم زيارتهم من قبل الممثلين السعوديين. البارحة شفت لهم أيضا فيديوهات، هم بخير سبحان الله، الحمد لله قدر يكون موجود. عارفين ان هالاولاد خدش بويهم، ما في
فعلا. وحتى الحمد لله زوجته بخير، نفس ما قلتي بشاير زيارة كان أحد الممثلين فايز المالكي زار الأبناء وشفنا له هذا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. وفعلا بشاير ذكرت يمكن نقطة جدا مهمة، هو عليه ديون لكن بعد ما توفى تبرع له بسداد هذه الديون 2 مليون أحد أمراء المملكة العربية السعودية الله يحفظهم، ومش غريب عليهم أكيد الشيوخ والقادة في دول الخليج العربي أو حتى في المملكة العربية السعودية. وكان أتوقع هذا آخر فيديو كان متداول له لما قال ادعونا نوصل بالسلامة. فعلا شخصية يمكن جميلة الكل مدحها بشاير، أنا التقيت معه فعلا في احتفالات عيد الاتحاد 50 بالتحديد في الطويين وشفته يعني، وكان حاب تخيلي مع أنه ما كان موجود على قائمة الضيوف أو الناس الموجودة في الحفل بس أصر أن يقدم قصيدة أو شعر لدولة الإمارات بمناسبة هذا اليوم. الله يرحمه ويصبر أهله يا رب. الموت هو الحقيقة المؤلمة التي لا مفر منها، الفرح يدخل بيت وبيت لا، بس الحزن والموت يدخل كل بيت. فعلا بشاير يمكن نعتبرها رسائل، وهذه الرسائل تكون للناس بالخير أو بالشر، بالحزن أو بالفرح. وعلى طاري الرسائل بشاير يعني أقدم رسالة SMS بيعت في باريس دار المزادات بما يقارب 150 جنيه استرليني أي ما يقارب 200,000 دولار أمريكي. وطبعاً كان اللي أحدث هذه الضجة أو يعني اللي بدأ في برمجة هذه الرسالة النصية هو البمرمج نيل، وأرسلها إلى صديقة وصاحب أو مدير شركة فودافون ريتشارد. وتخيلي بشاير بعد ما سووا معاه لقاء عام 2017 قال أنا ما كنت متوقع أن هذه الرسائل النصية يعني تنتشر بهذه الشعبية وتصبح فعلا رسائل يعني يتداولها الجميع، ويصبح هناك العديد من المنصات والعديد أيضا من التطبيقات التي تتداول هذا النوع من الرسائل النصية. بشاير تم إطلاق هذه الرسالة في 3 ديسمبر عام 1992. تعرف أنا وين فضولي راح؟ شنو فيها الرسالة؟ شنو كانوا يختبرون؟ فأرسلها لصديقة اللي هو كان مدير شركة فودافون. شو كان المحتوى اللي كان يعني يشتكي له من الفودافون ولا يعني رسالة تنباع بهاي الطريقة ويكون لها زين؟ إحنا وايد أشياء عندنا قديمة ترى، وايد عنا التلفونات القديمة مال أول يعني ممكن نبيعها مثلا. بس شوفي هذا اندل يدل على وجود دائما مهما كان في تطورات تكنولوجية ولكن القديم يحمل ما زال ومحافظ على رونقه. فعلا ومر عليها 22 سنة لكن شوف الشعبية يعني اللي حظتها هذه الرسائل النصية. وأكيد هو مفتخر بشاير بهذا الشيء لأنه هو أول شخص يمكن بدأ بهذا الشيء وبدأ تجربة هذا الشيء مع أمره. صديقة أو شيء سوي ديليت هنا سلكت أول ديليت عشان ما تتم رسائل الجديمة ما بقى أشوفها بقى وباعها بمبلغ كبير جدا. يعني صراحة أنا أقول تخيلنا يأخذون هالمونتورولا مال أول الموجود مسدح في التجوري ولا النوكيا هذا أبوي للحين الله يطول بعمره وبيع في المزاد ب50 روبية للحين يستعمله. قلت هالتكنولوجيا الآيفون مو على هوائي. فعلا بشاير يمكن أشخاص تحصد هذه الأموال من بيع بعض هذه الأمور وخاصة المقتنيات القديمة والثمينة يعني في المزادات. أشخاص أخرى ممكن تحصد العديد من المبالغ مثل صديقنا اللي كان متسول في إيطاليا، ويمكن السلطة الإيطالية اكتشفت أن هذا الشخص بالفعل بشاير محتال وكان من 2008 يمارس هذا الشيء ويدعي أنه شخص أعمى، وجمع مبالغ كبيرة ما يقارب 170 يورو أي ما يقارب 191 ألف دولار أمريكي فعلا من خلال هذا الشيء. لكن تخيلي بشاير كيف اكتشفوه. أول شيء أصدر رخصة قيادة عام 2018 شافوه يتمشى بالسكوتر بين الأسواق التجارية والمولات، وكان قاعد يعلم بنته أيضا ركوب الدراجة وعادي يعني هو ماشي يطالع المحلات. فكيف هذا الشخص بيكون أعمى والحين يبلغ من العمر تقريبا 40 سنة؟ لكن أنت تخيلي كيف مدى ذكاءه أنه من 2008 لين الحين بعدين اكتشفوه. كنت أسمع دائماً أهالينا قبل يقولون الشحات له نص الدنيا، فأتوقع أن هذا الأخ طبق هذا الموضوع. بس عارفة وين المشكلة تكمن؟ هؤلاء الأشخاص هذا الموضوع بالنسبة لهم يكون مرض، هو مرضي، مرض حقيقي على فكرة، يعني مرض نفسي حقيقي في أذهانهم، في عقولهم، في مخهم، في أعصابهم. فبالتالي هو يمكن يشوف نفسه مش مسوي شيء غلط، يعني لأن عارفة اللي يسوي الغلط دائماً يقولش أن الغلط صح لو وجهتيه فيه قلت لا أنا غلطي صح.
بشار يعني هو احتيال، وتخيلي هم لقبوه بالبرلسكوني، يعني أكيد نسبة إلى وزراء أو رئيس الوزراء الإيطالي السابق اللي يعني اتهم بالاحتيال أيضا الضريبي. يعني شفتي يمكن حصل شهرة بعد وارتبط اسمه باسم هذه الشخصية. الله يبعد عنا هالشهرة. أنت عارفة شنو المصيبة؟ إنه هاي القصص ممكن تأثر في أبنائنا. صحيح. هذه القصص يكون لها تأثير في عقول أبنائنا، وخصوصا جيل اليوم اللي فيه تكنولوجيا وفي تطور وفي غيرها من المسلسلات أو خليني أقول الأفلام والألعاب اللي معتمدة 100% على الإلكترونيات، والبلوى الكبيرة إذا كان ما في رقابة أهل. أكيد. ويمكن بشاي هذا الشيء خلينا نروح إلى نقطة أو منطقة الخيال العلمي اللي ممكن نستخدمه، لكن هو سلاح ذو حدين، عشان نتعرف أنا وإنتي والمشاهدين عن كيفية استخدام الخيال العلمي في التدريس وفي التربية والتعليم. نرحب بضيفتنا بشاير أنا وياك الأستاذة غالية خيري الرباط، مدرسة اللغة العربية ومنسق فعاليات في مؤسسة الإمارات للتعليم. صباح إن شاء الله بالخير. صباح الخير، يعطيكم العافية. أهلاً. الله يعافيك. شو أخبارك؟ الحمد لله. نورتينا. شكرا لكم على استضافتكم. نورتينا. انت اللي شكرا لك. يعني من العين، من مدينه العين الى اماره الفجيره. اكيد العين تلفزيون الفجيره. الله يسلمك يا رب. يعني نبدا معك بدايه، ما اهميه توظيف او استخدام الخيال العلمي في تدريس الطلاب في المدارس خاصه في مراحل الطفوله؟ يعني تجي اهميه تدريس الخيال العلمي او التدريس بطريقه الخيال العلمي من أنه أطلق العنان لخيال هذا الطالب للإبداع والابتكار وإلى آخره. هالأهمية بتجي من كوننا بمؤسسة الإمارات عم نركز على تدريس مهارات التفكير العليا للطلاب، وأيضاً على تدريس باستخدام مهارات القرن 21 في التعليم. لذلك نحن مضطرين للاعتماد على الخيال العلمي، مش أوفر يعني على التدريس، وإنما هو ضرورة أساسية في التدريس. إذا أردنا أنه ننتج طالب مبدع فيجب علينا أنه نعتمد على الخيال بالمرحلة الأولى، يعني خصوصاً في ظل التطورات التكنولوجية وأيضاً التطورات في طريقة التعليم أو الخط التربوي للتعليم الأبنائي أو الطلاب. يجب أنه يكون في تدخل إلكتروني وخيال أكيد. علمي أكيد. علشان أكيد. نفس ما قلتي يكون في نوع من أنواع الابتكار، بالتالي يؤدي إلى اكتشاف قدرات الطلاب وأيضاً أكيد. اكتشاف مواهبهم. كيف يحصل هذا الموضوع؟ هلأ كيف نكتشف مواهب الطلاب أو كيف نكتشف هالملكات الموجودة عندهم من خلال الاعتماد على الخيال العلمي؟ هلأ الدراسات العلمية بتقلك أنه الخيال يسبق الحدث. فأنا إذا أردت بناء جيل مبتكر مبدع، فأنا يجب أنه ضيف أو زيد ذخيرته اللغوية وذخيرته الفكرية لحتى يقدر ينتج علم مبدع مثل ما أنا بدي يعني، أو يواكب العصر، يواكب الدنيا اللي عايشها. يمكن دائما التطبيق أستاذة غالية يجي في المدارس عن طريق الأنشطة وأيضا طريقة التدريس. شو هي أكثر الأنشطة اللي ممكن يعني يستخدمها المعلمين والتربويين في المدارس مع الأطفال أو الطلاب ويكون فيها جزء من هذا العنصر المهم الخيال العلمي؟ هلا هناك العديد طبعا من الانشطه اللي بنستخدمها في طرائق لا محدوده، استراتيجيات وطرائق لا محدوده بتنمي الخيال عند الطالب، منها تحفيز التفكير الابداعي، منها استراتيجيات جيكسو، منها استراتيجيات عديده ممكن نتبعها بهذا بتحفيز الخيال العلمي تحديدا. هلا اينشتاين بيقول لك انه الخيال هو ذكاء. صحيح. فانا لما بخلي الخيال ينتقد ويشتعل عند الطالب، فأنا حفزت عنده موضوع الذكاء. هلأ أيضاً الأنشطة اللي بتعتمد على مهارات حل المشكلات، الأنشطة اللي بتعتمد حتى الرحلات الميدانية مثل الرحلات اللي قمنا فيها بها مؤخراً على إكسبو، يعني أنا لفت انتباهي كتير الأشياء اللي كانت عم تحفز الخيال العلمي عند الأطفال بإكسبو، خاصة بجناح الفرس كان فيه عندهم قبة مقلوبة بتخلي الطالب يخرج عن المألوف بالتفكير، أو بتعطي الطالب فرصة لحتى يفكر خارج الصندوق أو يقدم حلول خارج الصندوق لهذا بهذا الخيال. هلا حتى مثلا اذا اتبعنا استراتيجيات الواقع المعزز والتقنيات الحديثه، ايضا هدول الاشياء بتعتمد اعتماد مباشر على
الخيال العلمي وبتعزز هذا الجانب عند الطالب. طيب احنا نعرف ان الاطفال من واحنا وهم صغار نقول لا تسمعون منه، هذا يتخيل او هذا يالف. هل هذا اكبر غلط؟ لا بس خليني اقول شيء، هم عندهم خيال. انا هذا هو سؤال، اكيد ما بننكر هذا الشيء، يبدا بسن مبكر جدا من الطفوله جدا. كيف ممكن ان نعزز هذا الخيال ونوقف كلمه ان هذا يالف؟ هلا مثل ما قلتي، اول حد لازم نوضعه لاولئك الذين يقفون عائقا ضد خيال الطفل، او اللي هم للاسف اولياء الامور، وهم على الاغلب اولياء الامور. على الاغلب صحيح. هلا بتلاقي فئه من المدرسين، لكن طبعا في قليله من المدرسين اللي ما عندهم هذيك الخبره، او اللي ما اتبعوا التقنيات الحديثه بالتعليم، لسه عم يتبعوا اسلوب التلقين والى اخره في التعليم. لكن طبعا بدوله الامارات هذا الاسلوب تقريبا اصبح من الاساليب البائده او من الاساليب القديمه الى حد ما، اللي ما عاد تبعناه حاليا ابدا 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 في مؤسستنا. مؤسستنا حاليا بتشجع على التعليم بالخيال، بتحفز خيال الطفل من خلال الانشطه، من خلال مثل ما قلت لك الرحلات الميدانيه، فرص ابداعيه تعطيه للطفل، تعطيه الفرصه للتعبير عن ذاته وللتعبير عن الاشياء اللي بيشوفها ولاختبارها اختبار على ارض الواقع ايضا. هلا اذا بتلاحظي انه مثلا الغرب الوقت اللي اتبع التقنيات الحديثه في انتاج افلام ومسلسلات والى اخره بالخيال العلمي، بعد فتره بدات تصير واقع، صح؟ لانه المخ الانساني اصلا لما بشوف الاشياء بيصدقها، فالممارسه العقليه تترجم الى ممارسات عمليه في المستقبل. لذلك انا لازم عزز الممارسه العقليه عند الطفل حتى بالمستقبل تصير ممارسه واقعيه على ارض الواقع. صحيح، يعني تعزيز هذه الممارسات استاذه غاليه، خلينا نروح الى مهارات التفكير او الثينكينج سكيلز، من بينها ويمكن اهم شيء دائما يركزون عليه اللي هو اتخاذ القرارات وحل المشكلات. صحيح. لانه ممكن يطبق في ارض الواقع او يطبق الطفل سواء في المدرسه او في المنزل. كيف ممكن كمعلمين وكتربويين تستخدمون هذه المهارات لاتخاذ القرارات وحل المشكلات بما يخص الخيال العلمي مع الطلاب؟ هلا هذا الطفل اللي نشأ على خيال واسع وكون عنده أرشيف واسع وغني جدا من الصور والإبداع وإلى آخره، رح يرتب هذه الصور، رح يرتب هذه المواقف اللي طلع عليها، رح يرتب خبراته مثل ما قلنا العقلية لحتى يترجمها على أرض الواقع بقرارات جريئة وبقرارات خارجي عن المألوف، بتفكير خارج الصندوق لحل المشكلات اللي بتكون مفروضة عليه، إن كان بواقعه كطفل وإن كان بالمستقبل واقعه بسوق العمل وإلى آخره. والله بجيل اليوم إحنا كأهالي يمكن شوي نخاف من اتخاذ بعض القرارات الحياتية، لما نشوف أبنائنا اللي يبغى يسويه على طول أكثر جرأة مني على اتخاذ القرارات. صحيح، عندنا القدرة. لا، شمعنا ابني خذ قرار أسرع مني، لأنه أنا وأنتي وغيرنا ربينا على أسلوب التلقين، المعلم يعلم وأنا وطبق فقط، أسلوب الخيزران يعني أيوة منذ القدم حتى منذ القدم، يعني كان هرم بلوم بتصنيف معين، والآن أضيف على هرم بلوم مراحل تفكير أعلى من المراحل اللي كانت. طيب بس صدقيني، صح إحنا يمكن ربينا على المدرس، يعني هو في المرتبة الأولى دائما، واحترام المدرس له قيمة ومكانة، وحتى كنا وما زلنا بعد طلعت في أجيال الثمانينات والسبعينات علماء ورواد فضاء، ولكن نبقى دائما نواكب هذا العصر بكل، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال ربوا أبناءكم لجيلهم، يعني احنا لازم نحضرهم ونجهزهم لهذا الجيل. طيب هلا اكيد، يعني هلا حتى احمد شوقي قال لك ابن المدارس واستقصوا بها الامل حتى تطاول في بنيانها زحلة، علموا النشأ جيلا علما ينتج العمل، يعني لا تعلموهم علم نظري فقط وانما علم ينتج العمل يعني. ولكن هي خليني اقول في ترابط، يعني الأب أو الأهل أولياء الأمور ما رح يقدرون يسوون هذا الشيء أكيد. من غير مدرسين. هلا أكيد 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 مدرسين من غير ما بيخفى. يعني هي متكاملة، قاعدة لا يخفى على أحد أبدا 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 العلاقة الوثيقة بين التعليم في المدرسة والتعليم كيف في البيت. يتم هذا التعاون بين التربويين وأولياء الأمور لصفة مواهب الأطفال الحمد وقدراتهم الخاصة بالخيال. نحن الآن في عصر التواصل يلي لا يقف عند حدود، يعني أنا شخصيا مدرسة، لكن
أولياء الأمور معي 24 ساعة على 24 ساعة، إن كان بوسائل التواصل الخاصة أو العامة مثل التليجرام، أو حتى مثلاً وسائل تواصل مثل الإيميل أو ألف جارديان أو إلى آخره من البرامج اللي بنستخدمها. بصراحة فرصة كورونا أنا ما بعتبرها أنه هي كارثة حلت على التعليم، وإنما هي بالعكس. وإنما هي طفرة طفرة حلت على التعليم، جعلت التعليم داخل المدرسة أيضاً مثل ما هو خارج المدرسة، يعني وتطور أكثر. صحيح، ما عاد التعليم حكراً على المدرسة، وإنما فتحت مجالات كتير كبيرة للتعليم في كل مجالات الحياة أو في كل وقت في الحياة. وولي الأمر ما عاد هذاك الولي الأمر اللي منغلق على ذاته وما بيعرف شو بصير بالمدرسة وإلى آخره، بل بات على تواصل دائم مع المدرس وأيضاً مع الهيئة الإدارية وإلى آخره، وعم يعرف أخبار المدرسة تباعاً أولاً بأول. كلهم منشفين رجها ولياء الأمور. والله هلا بصراحه لا، يمكن صار التعاون اكبر لما بدا التعلم عن بعد، صار التعاون وهذه الامور صار اكبر. اكيد صار التعاون اكبر، وبنفس الوقت صار ولي الامر على اطلاع عما يدور يعني بالتعليم، ما عاد هو بوادي وابنه بوادي ثاني، يعني صار جزء صار جزء لا يتجزا. يعني انا بصادف اولياء امور بيقولوا انه نحن ما كنا بنعرف انه هيك عم يصير، او ما كنا متخيلين انه هي الطريقة اللي عم يدرس فيها حالياً، أو ما كنا متصورين إنه المعلم بيتعب هالقد، لكن الحمد لله إنه فضحت جهودنا للعيان. يعني صارت الناس ما قلت الأمور واضحة سواء للطالب المعلم أولي الأمر. لو نرجع للطلاب أستاذة، كيف ممكن من خلال استخدام الخيال العلمي في تطبيق أو تدريس المناهج والحصص الدراسية أن تكتشفون قدراتهم ومواهبهم؟ لا، أنا رح أحكي أكثر عن اختصاصي كلغة عربية. يعني أنا من خلال اللغة العربية بدرس الخيال عن طريق الروايات. مثلاً عندي رواية رائعة، هي رواية الأمير الصغير اللي بتدرس بالصف الثاني عشر. فهل رواية أنا بنصح فيها أي إنسان بحب يطلع على تأثير الخيال العلمي تحديداً على حياة الطفل؟ نعيد اسم الرواية لو سمحتي. الأمير الصغير. الأمير الصغير، رواية الأمير الصغير، هي موجودة في كتب الثاني عشر، يعني كانت بالعام الماضي وما زالت حتى في الابتدائي. عندهم قصص معينة طبعاً، في قصص معينة، لكن قصة كاملة، لكن هي القصة تحديداً تتحدث عن الخيال العلمي، يعني بحث، يعني الموضوع تتناول الموضوع بشكل بجميع جوانبه، كيف إن الطفل كان عم يتخيل أشياء وكيف رسم أشياء وكيف الكبار ما فهموا هذا. أنت كيف تستثمرينها في عقول أطفالك أو خليهم أطفالك، لأنه قبل المعلم يوفيه التبجيل أكيد المعلم أكيد أبنائهم أبنائي الطلبة. يعني كيف أنت تستعملين هاي القصة اللي نفس ما تقولين مليئة بالخيال العلمي مع طلابك وأبنائك؟ لا، أنا بستعملها لحتى أحفز لا الطريقة بعض الخيال. يعني طبعا هلا تدريس الرواية هو بحر، يعني يقرؤونها بس؟ لا طبعا، اكيد أوكي. اكيد من خلال المناقشات، من خلال رسم الصور، من خلال ممكن مجسمات. ممكن تجسيم الواقع اللي موجود في القصه عبر مجسمات، ممكن استخدام الواقع المعزز بالموضوع، لانه يعني هلا بتعرفي تقنيه الفي ار صارت يعني بمتناول الجميع، خلينا نقول، او خلينا اذا مش بمتناول الجميع ممكن يعني نوفرها لو بحصه درسيه، يعني ممكن نوفرها. فهذا هي الاشياء جدا بتحفز خيال الطالب. يا اختي احس بدي ارجع المدرسه على هالزمن. والله فعلا، وتقرين روايات. شوفي ارجع المدرسه بهالزمن. ليش احنا بالعصايه ومعنا ترتيب فقط. لا والله احس ودي ارجع المدرسه بهذه والله من يومين اقول ابغى اعيد الثانويه العامه واعيد ادرس مولودي. شوفي هلا نحن حاليا كنا بالسابق نحصل ناتج تعليمي اني، أما الآن نحصل ناتج تعليمي مستقبلي. صحيح، يعني نحن عم نشتغل على بناء شخصية طالب وليس ناتج تعليمي مؤقت، لأنه العلم عم يتحدث ويتطور. نحن المعلومات اللي درسناها هلأ حالياً صارت، وحتى المناهج قامت تتغير وتضاف يعني العديد يمكن من أكيد. المناهج الدراسية مثل ما ذكرت حتى أكيد. صارت يمكن الرواية والقصة كتب أساسية. صح. مش نفس قبل يعني كانت جزء من المنهج اللغة العربية. حتى اللغة العربية صارت رافد للعلوم فعلاً، أو رافد لتحفيز شخصية الطالب، بينما كانت بالمستقبل مجرد لغة الضاد تبقى دائما في الصدارة. أكيد اللغة العربية لغة يعني هي لغة الأم، كانت مجرد لغة عربية الضاد.
كانت مجرد لغة عربية. لا يعني بس مدرس لغة. أحس أن يعني الآن صار منهج متكامل. هي مش مجرد لغة عربية في دولة الإمارات، هي لغة يحتفى فيها وتدعم. أنا قلت أنه كانت مجرد لغة تدرس، كانت اللغة ستبقى اللغة اللغة العادية. يعني كنا ندرس اللغة العربية، كنا ندرس شعر بهدف الشعر، بلاغة بهدف البلاغة، نحو بهدف النحو، وليس إلا. أما الآن نركز على تدريس العلوم كافة من خلال اللغة العربية. أنت تقصدين كل المناهج من خلال اللغة العربية؟ أقصد أنه حتى اللغة العربية باتت مشاركة في الخيال والعلوم. تمام. عرفت؟ فعلا. ونفس ما قلتي يعني تخليكم تكتشفون، صار منهج متكامل لحتى يبني شخصية طالب ويعزز موضوع الخيال عندنا. أكيد هي لغة أساسية. طيب أستاذة، من خلال هذه الطرق الحديثة في التدريس، شو تستكشفين أو تكتشفين من قدرات الطلاب لما تدرسينهم بهذه الطريقة أو تقرين معاهم الرواية بهذه الطريقة؟ شو فعلاً تحسين الأشياء اللي طلعت من الطلاب ما كنتي مكتشفتينها من قبل؟ طبعاً هلأ بكتشف مواهب، بكتشف إبداعات، بكتشف تفكير علمي، بكتشف إبداع ما كنت متوقعة أنه يصدر من طالب مثلاً ثاني عشر خلينا نقول، أو من طالب مرحلة أولى. يعني حتى المراحل الأولى أحياناً بأخذ منهم أشياء ما كنت بتخيلة أنه تصدر عن هذا الطفل، عن طفل بهاي المرحلة. يعني أنا كمنسق فعاليات بتعامل مع جميع الحلقات، يعني بأخذ الفعاليات من كل الحلقات، فتقريباً بعرف كل طلاب. يعني حلقة أولى وثانية وثالثة. تمام. ومدرستنا أصلاً حلقة أولى وثانية وثالثة، يعني مدرسة مشتركة حتى فيها كيجي يعني. فلما بشوف وبتعامل مع طالب صغير قادر أنه يوقف ويلقي ويعطيني أو ينتج منتج تعليمي، فيلم إلى آخره، وهو بهالعمر الصغير، فهذا شيء بصراحة إنجاز. فعلا. يعني كلامك جدا رائع، وأنتوا لكم دور كبير، هي تربية تبدأ ثم يبدأ أكيد. التعليم بعدها. شكرا لك غالية. شكرا خيري لك. الرباط، مدرسة لغة عربية ومنسق فعاليات وفي مؤسسة الإمارات للتعليم. شكرا نورتينا. شكرا لكم. شكرا أصيفة ضافتكم بالبرنامج، يعطيكم ألف عافية. يعطيك ألف عافية، نورتينا. الله ودنا نرد أختي على هالزمن، ان شاء الله نرد. قولي امين ان شاء الله. على الاقل ماشي، احنا بندرسهم هم بيدرسونا. والله هم يعلموننا في هالجيل. خلينا نروح الفاصل ولنا عوده، خليكم معانا. وبتسال عن ناس شو بتسقيهم يا هالليل، كل واحد من كاس غب لك شي الليل يا ليل، وانسانا يا ليل يا ليل. العافية وصبحك الله بالخير، وأكيد نورتنا في هذه الفقرة الفنية المميزة، المطرب علي نزار مزيد. الله يسلمك، حياك الله، صباح الخير إن شاء الله. شو هالصوت الحلو ما شاء الله عليك. يعني إحنا بدينا بفيروز، لاحظتي؟ فعلا. بما أنك بديت بفيروز علي، خلينا نتكلم عن كيف يعني اختلفت هايج الفترة اللي كنا نطلق عليها الحقبة الذهبية عن هذه الفترات في عالم الفن والغناء. اختلفت بكثير أشياء من خلال الكلمة واللحن والأداء، حتى كصوت سواء كان مطرب أو مطربة بالزمن الجميل.
أنا بالنسبة لي اللي بغني بال 87 كان عمري 3 سنين. كنت أسمع كثير طيبين. أيوه الله يسلمك. كنت أسمع الشيخ صالح عبد الحي، أسمع عبد الوهاب، أسمع فريد، أسمع وديع، أسمع وردة، يعني العمالقة اللي عم نحن عم نحكي عنهم بزماننا هذا. وصلنا لزمن السرعة اللي هو بيتلقف أي شيء سريع. الجيل الجديد خلينا نحكي إنه بيتلقف أي شيء سريع، ما يعني ما بتعني كتير الكلمة، ما بيعدين كتير المضمون، وبالتالي ما بيعني الأداء السليم للأغنية، بده شيء يحركه فقط. يعني أفهم من كلامك إنك قاعد توصلنا فكرة إنه الأغاني الطربية بدأت تختفي شوي شوي عن الساحة. هلأ حقيقة هي ما اختفت، هي يعني في طريقة أن تختفي، بس في بعض الناس، بعض الفنانين الكبار كملحنين كشعراء ومغنين أكيد عم بيأدوا واجبهم. يعني ما فيني كتير أذكر أسماء مشان ما ننسى البعض، بس في الأستاذ الكبير كاظم الساهر، هو القديم الحديث يعني، وفي الأستاذ كمان صابر الرباعي، في الست أنغام، في الراحلة ذكرى عمرو، في شيرين، طبعاً حتى نانسي غنت طربيات فعلاً. إلى حد ما في ناس بتحافظ لهلأ على شيء مضمون الموسيقى اللي ممكن يعمل يبني جيل حقيقة، مثل ما كان بالسابق كان يبني جيل. طب ليش قامت ترجع يعني علي؟ يمكن في فترة من فترات نفس ما ذكرت بشاير تراجعت، بس الحين في بعض الشباب قاموا يرجعون للأغاني الطربية ويغنونها. في شباب بيغنوا أغاني طربية، وإن شاء الله أكون أنا واحد منهم، بس يعني فينا نسمي إنه الضوء ما مو على الكل، يعني مو على الناس اللي حقيقة عندها موهبة وعندها فطرة حقيقية. الناس عم تسلط الإضاءة أشخاص. بسبب وجود وايد ناس صارت على الساحة أو وايد شباب قامت تغنى؟ في شيء ممكن نحكي باللهجة المحكية إنه صارت شغلة المال وشغلة. الفن هو فطرة، هو إحساس وأداء سليم. وأنا بقول اسمع ألف مرة لا تغني مرة واحدة. بدك تسمع كتير لحتى تقول تذوق جملة وإحساس. طبعاً لحتى توصي. طب سمعنا، ذوقنا شيء طربي حلو. أسمعك وشي العملاقة أسمهان. الله أسمهان، ليالي الأنس في فيينا، ألحان الموسيقى راحل فريد الأطرش. ليالي الأنس في فيينا نسمها منها أهدي الحبايب.
ايه اللي فاضل أبدعت صراحة يحيها الصوت. تحدثنا قبل شوي عن تطور التكنولوجيا وعصر السرعة. تطور في المجال الفني وصل أنه يتم الاستغناء عن الإيقاعات ووجود الإيقاعات في عالم تكنولوجي. ما مدى تأثير هذا الشيء على الأغنية نفسها، على اللحن نفسه، خصوصا في الأغاني الطربية؟ حقيقة له تأثير هو بصري وسمعي. من زمان، من 20 سنة خلينا نحكي، وجود الفرقة على الستيج، الفرقة كاملة، الفرقة التخت الشرقي، الباند الشرقي حقيقة له تأثير، يعني له شيء بيلمع بالراس والعيون بتلمع، بتتأثر بالمشاهدة وبالتالي بالسمع. دخول الآلات شوي فينا نسميها تكنولوجية، مثل الأورج يعني. مع احترامي الشديد للآلة واللي بيعزفه، بس يعني هو وجود الأورج على الستيج استغنى عن كل الآلات الشرقية اللي هي عود، كمانجا، ناي، قانون. أثر في المقام، أثر نفسه. حقيقة أثر حقيقة بكتير، يعني بكتير أشياء بتتعلق بالذوق الفني فعلا، أو الإيقاع واللحن. ومما أنك قاعدين نتكلم عني عن الإيقاع واللحن، كيفية اختيارك للأغاني اللي فعلا تتماشى مع طبقة يعني صوتك؟ ما شاء الله، يمكن اخترت أغنية الفيروز وأغنية الأسماء، لكن كانت فعلا طلعت طبقة الصوت الجميلة، والصوت الجميل يعني يجب أن يثنى عليه. لكن كيف تختار هذه الأغاني وفعلا تكون تتماشى مع صوتك وتبرزها بشكل أكبر وبشكل أجمل؟ هو حقيقة حكيت كلمة قبل شوي، قلت أنا بسمع 1000 مرة حتى غني مرة. أنا بسمع من عمري 3 سنين، بسمع لشيوخ الطرب، سواء بمصر، بلبنان، بسوريا، بالمغرب العربي، بالعراق، يعني بنسمع بنتنور. أنا بتعلم من أي حدا، أصغر ولا أكبر، أي حدا ممكن يضيف لي جملة. أكيد ما زلت تسمع لهم؟ أكيد طبعا، أنا ممكن أي حدا يضيف لي جملة صغيرة ممكن ضل أشتغل فيها يوم واثنين وثلاثة لحتى تزبط. جميل. هل بنظرك كمطرب التوزيع الموسيقي هو يعتبر خريطة طريق الأغنية؟ وجهة نظري أنا بقول إنه هو الأساس هي الكلمة. كلمة. الكلمة كنص. طب ممكن يكون في كلمة حلوة بس توزيع فاشل. أوكي، رح أجي عليها. أنا في شاعر كتب الكلمة، بيجي دور الملحن. تمام. أنا برأيي الملحن هو بيرسم طريق خارطة الطريق للأغنية. في كتير أغاني ما بتحتاج توزيع، ممكن أقول أنا مغنى وعود ما بدي أي توزيع. وفي ممكن حدا يجي ويوزع موسيقي للحن معين، ممكن يرفعه، ممكن يستخدم فيه أشياء كتير حلوة ترفع من سوية اللحن. وممكن أحد آخر العمل يهبط، يعني مثل لوحة فنية. هم كلهم مكملين لبعض، مكملين، بس بالبداية هي الكلمة ومن ثم اللحن ومن ثم الأداء والصوت. الأداء هو عم بيحكي عن المغني أساسا، ومن يعني الموزع هو بيساوي مثل الفنان تشكيلي للوحة، في شيء بآخر لوحة يسمى رتوش. هو بيهندسها هيك، يا بتظهر جماليتها وكل واحد بيتلقفها شكل وبيسمعها شكل، يا بينزل بيهبط بهذا العمل، يعني حسب التوزيع وحسب رؤيته للنص اللي انكتب. يعني هي رؤية متكاملة علي. هل ترى أن الأشخاص اللي مثلك اللي يحبون وايد يغنون هذه الأغاني الطربية وينعشون هذه الفترة، هل لهم يعني تواجد على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا ممكن تبتعد بسبب تواجد العديد اللي يغني الأغاني الشبابية السريعة والإيقاع السريع؟ هو تواجدنا حقيقة يعني بسيط حقيقة. بس أنا مثمر إن شاء الله، بوجودكم تلفزيون الكل كريم ما شاء الله. أنا بتمنى يعني الشيء اللي نحن عشنا فيه
وحسينا بوجودنا فيه قديما يرجع، لأنه هو الأساس. أنا بوجهة نظري يعني أنا مع أي شيء حديث، بس يكون يعني ما يجرح، ما يأذي العين، ما يأذي وما يأذي السمع، لأنه السمع نحن يعني كثير مهم السمع، هو اللي نحكم عليه أصلاً في هذه الكلمة. طبعاً. لها دور أكيد، قد تكون أقوى من طلقة في هذه طبعاً الحياة. إحنا سعيدين جداً بلقائنا معك، وسعيدين لهذا الصوت الأكثر من رائع المطرب علي نزار بزيد، نورتنا ويومك سعيد يا رب. يعطيك العافية. شكراً. احنا وصلنا للختام، بس رح نختم مع المشاهدين ونرجع لك، ما رح نخليك تروح من هذا الصوت معك. تمام. طيب وصلنا للختام زينب. وصلنا مشاهدينا، وصلنا للختام بمشوارنا معاكم لهذا اليوم. غدا يتجدد لقاء جديد يجمعنا معاكم على الخير وعلى المحبه والسعاده. تفائلوا، الحياه حلوه. يعطيك العافيه زينب. الله يعافيك مشاير. انتظرونا غدا في نفس الموعد، فقرات مميزه، ضيوف مميزين. دمتم في امان الله. تفضل. قومي تاني امشي بهديني يا حلوة الحلوين، قومي تاني امشي بهديني يا حلوة الحلوين. نصغر سني نكبر سني نرحل مثل تشرين، ونطير بالأحلام من ساوي الأيام. بحول وبساتين يا حلوة الحلوين. سجل يوم بتصيروا لنقراب، ونسجي من منابعكم لنقراب. سجل يوم بتصيروا لنقراب، ونسجي من منابعكم لنقرا. يا 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 وما تقولوا لنا أهل ولنقراب، وبعدكم طيبين.